مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وأهلا بحضراتكم في برنامج الأهلي الليلة. يعني أهم حدث دلوقتي على الساحة الرياضية عموما وهو كرة الدوري أبطال أوروبا واختيار أفضل لاعب في أوروبا. عارفين طبعا منافسة بين مودريتش ومحمد صلاح النجم المصري الكبير وكريستيانو رونالدو النجم البرتغالي ونجم اليوفي الحالي ونجم الريال السابق. مودريتش خد أحسن وسط ملعب في أوروبا، خد نافاز أحسن حارس في أوروبا، خد راموس أحسن مدافع في أوروبا، لسه اختيار أفضل لاعب في أوروبا لسه هنعلنه بعد قليل ونكون معاكم إن شاء الله لحظة بلحظة. أكيد بنتمنى النجم المصري محمد صلاح ياخد أحسن لاعب في العالم كله كمان مش في أوروبا بس، لكن بعد قليل نعرف الحفلة المقامة في موناكو هتقول مين أفضل لاعب في أوروبا. مش عايزين نزعل لو محمد صلاح ما خدهاش، لأن محمد صلاح أعتقد أنه هو بعيد شوية عن الترشيحات اللي هتكون محصورة بين مودريتش وكريستيانو رونالدو، لكن مفيش حاجة بعيدة وكبيرة على ربنا. إن شاء الله يفرح كل المصريين وياخد جائزة أحسن لاعب في أوروبا النجم المصري الكبير محمد صلاح ونجم ليفربول الإنجليزي. عارفين برضو حضراتكم الأزمة اللي كانت بين محمد صلاح واتحاد الكورة، إن شاء الله برضو الأزمة دي تحل عن قريب ومحمد صلاح نجم كبير جدا يا جماعة وكل العالم بيحترمه. أكيد من الأولى إن احنا كمصريين واتحاد كورة مصري يحترم هذا النجم الكبير، خصوصا كل مطالبه مشروعة ومشروعة بصورة طبيعية جدا، ما قالش أي حاجة وطلع وضح وقال كل الحقائق اللي نتمنى إن هي تتلاشى في القريب العاجل ويكون اتحاد كورة محترف على قدر المسؤولية زي ما احنا مستنيين منه وزي ما احنا متوقعين منه وزي ما احنا فرحنا إن هؤلاء هم أعضاء اتحاد كرة القدم اللي إن شاء الله يشرفونا ويشرفوا مصر كلها ويكون الأزمة خلاص يعني على وشك إنها تتحل. مش عايز أتكلم في الموضوع أكتر من كده عشان الموضوع خد أكبر من حجمه بكتير، وأنتوا عارفين السوشيال ميديا ووسائل الإعلام يعني ما بتصدق تشوف حاجات زي كده عشان تنفخ فيها وتكبر فيها، لكن العقلاء بيقولوا إن لازم الصلح بسرعة جدا بين محمد صلاح واتحاد الكرة وإن شاء الله ما يكونش فيه أي حاجة تعكر الصفو العام. خرجنا يعني خروج مخزي شويه من كاس العالم، مش عايزين نكرر نفس الموضوع، عايزين ان احنا ندخل اي مسابقه جايه افريقيا او حتى محليا او حتى عالميا بصوره احسن من كده وصوره اكبر من كده وصوره مشرفه احسن من كده بكتير. عشان كده لازم نلم الشمل، والمدير الفني كمان الجديد للمنتخب المصري يحس ان هو في مكان وسط امن وطبيعي كرويا ليس الا. عايز اقول لكم كمان بعد مباراه الاهلي وكامبالا سيتي اللي انتهت بفوز الاهلي 4-3، في ناس قلقانه شويه من الثلاث اهداف اللي دخلوا فينا، وده طبعا حاجه طبيعيه جدا، لكن لازم نطمن الجميع ونقول برضو الكلام العقلاني. المباراه كانت مباراه مش هقول ان هي مش مهمه، لكن يعني كان الاهلي خلاص ضمن الصعود. اللعيبه برضو مهما كانت اللعيبه بتلعب في الاهلي في ريال مدريد في برشلونه، اللعيبه بيحسوا باهميه المباراه، هل المباراه مهمه هل هي مصريه. عارفين طبعا لعيبه الاهلي دايما عند حسن ظن الجميع ودايما بيكونوا في الزمان والمكان لما تكون مباراه حاسين باهميتها شويه، لكن مباراه كامبالا سيتي كان الكل عارف ان هي مباراه تحصيل حاصل، هي بس هتخليك اول مجموعه او ثاني مجموعه، مش هتفرق كتير مع النادي الاهلي اللي ما بيهتمش بالاول او الثاني، لكن طبعا جمهوره بيهتم ان هو دايما في المراكز الاولى ودايما يكون متصدر اي مسابقه هي فيها. احنا قلنا قبل كده حتى لو بنلعب في دوره رمضان اللعيبه واخدين الموضوع ازاي، هو ده اللي اتنقل لنا او هو ده الشكل العام في مباراه كامبالا سيتي. الاهلي كسب فيها 4-3 وكان الشكل الدفاعي لا يليق بالنادي الاهلي، عدم التزام عدم جديه عدم تركيز عدم اهتمام بهذه المباراه دفاعيا، لكن اطمنا كلنا الاهلي قادر ان هو يسجل اهداف في اي وقت مع طبعا احترامنا للفريق اللي هو كسبنا. لما كسبنا فريق كامبالا سيتي هناك في اوغندا قال لك ده كامبالا سيتي فريق جامد، لما احنا كسبناه هنا 4-3 قال لك ده فريق ضعيف وفريق مش عارف ايه. لا الاهلي كان قوي، الاهلي احرز اهداف من انصاف الفرص وضيعنا كمان اهداف كتير جدا. النجم وليد ازارو بيسجل هدفين، يعني كوليبالي بيواصل تالقه وبيواصل اقناعه للجماهير الاهلاويه ان هو لعيب مهم جدا ولعيب كان عند حسن ظن الجميع وكان عند حسن ظن باتريس كالترون. كمان النجم صلاح محسن بيحرز اخر اهداف النادي الاهلي وبيقول ان انا لازم يكون ليا مكانه في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي مع وليد ازارو. لكن في العموم ما تقلقوش خالص، لاعيبه النادي الاهلي بيبقوا عارفين المباراه وعارفين اهميتها وعارفين النادي الاهلي اهميته في ايه في هذه المباريات تحديدا. هل انا بلعب مباراه تحصيل حاصل، بلعب مباراه على المراكز الاولى، بلعب مباراه فاصله، اكيد هتلاقوا ان لاعيبه النادي الاهلي دايما عند حسن ظنكم ان شاء الله في المباريات المقبله. مش هنقول يعني مفيش سلبيات، لا في طبعا سلبيات اكيد النادي الاهلي هيتداركها في القريب العاجل. اكيد بدرس كالدرون ومحمد يوسف بداوا بالفعل في
اظهار هذه السلبيات اللي اتكلم فيها محمد يوسف، لكن ما اتكلمش فيها بشكل واضح ومباشر. يعني سئل اللي هو من احد مقدمي البرامج او من احد المراسلين ايه السلبيات اللي في النادي الاهلي، قال انا عارف السلبيات طبعا هنتكلم عليها لكن ما ينفعش اقولها على الملأ، وده اللي متعودين عليه من النادي الاهلي. انتظروا ان شاء الله علاج لهذه السلبيات البسيطة، لان انا قلت لكم المباراة ما كانتش مهمة جدا حتى بالنسبة للعيبة بالاهمية اللي هي حياة او موت يعني، لكن في الاول وفي الاخر كان في سلبيات، كان في سلبيات دفاعية كبيرة جدا، كان موجود، لكن سهل قوي تتحل، سهل قوي تتحل. يعني عايز اقول لكم ان شاء الله طبعا قرعه ان شاء الله الادوار النهائيه للبطوله الافريقيه يوم الاثنين ان شاء الله، قرعه ربع النهائي ان شاء الله الاهلي يقابل بقى زي ما يقابل لعيبه، ما فيش اي مفر يا جماعه. الجمهور مستني هذه البطوله على فارغ الصبر. مجلس الاداره كمان وكابتن محمود الخطيب كان بيتكلم فيما بعد هذه البطوله ان احنا نوصل لكاس العالم للانديه ونحقق في كاس العالم للانديه كمان نحقق طفره فيه، وصلنا لمركز ثالث عايزين نوصل لأبعد من كده كمان. ده كان كلام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في أحد البرامج للكابتن محمود الخطيب أو في أحد كلماته، قال إن أنا ببص لبطولة كأس العالم للأندية، يعني تخطى البطولة الأفريقية، ودي بتدينا انطباع إن الكابتن محمود الخطيب بيدي التزام كبير جدا للعيبة إن هم يتخطوا هذه البطولة، وإن شاء الله يتخطوها ويبقى عند حسن ظن الجميع. بطولة غابت عننا من 4 سنوات إن شاء الله تكون في النادي الأهلي تاني ونتوج بالعرس الأفريقي. النهاردة يبقى معنا فقرتين بس لضيق الوقت، طبعا برنامج ملك وكتابة بعد الأهلي الليلة على طول، عشان كده يبقى معايا النجم الكبير كابتن أحمد صديق نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، هيكون بعد كده مع الأستاذ شريف فؤاد النجم أيضا محمد جمال الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. هنطلع فاصل عشان أرحب بضيفي الكريم أحمد صديق نجم الأهلي ومنتخب مصر. الأهلي الليلة ولسه مستمرين معاكم، مشرفني ونورني النجم الجميل نجم المحترم والخلوق النجم أحمد صديق نجم الأهلي ونجم منتخب مصر. أحمد أهلا بك يا أحمد. أهلا بك يا ميد، وكل سنة طيب وكل سنة وكل المشاهدين طيبين. يعني يا جماعة أنا عايز أقول لكم أن أحمد صديق شخصية جميلة جدا، شخصية هادية جدا، شخصية مقلة في الظهور الإعلامي، هسأله دلوقتي ليه، لكن هو شقي جدا في قلب يعني غرفة الملابس، كان بقى عايز حسام عاشور معانا وعايز معتز إينو معانا ومين كمان؟ وشديد بقى وسمير شديد وسمير الاسد سمير يعني هو بقى له قبل ما نطلع عمال يقول لي طب انا شكلي طب منور الدنيا وتزال امر وشيك جدا، وكل الجماهير اكيد هي وحشاك اكيد وانت وحشهم طبعا يا احمد. انت فين؟ يعني موجود الحمد لله. يعني موجود الحمد لله طبعا. بتشكر لي الاول؟ طبعا بشكرك الاول على الاستضافه النهارده، وبشكر بيتك النادي طبعا ومنور الدنيا كلها طبعا الحمد لله، يعني وبشكر كل المسؤولين على القناه. يعني الحمد لله موجوده، يمكن اخر حاجه كانت ليا حرس الحدود السنه اللي فاتت، الحمد لله ربنا كلم مجهودنا السنه اللي فاتت بالصعود الحمد لله. ودي كانت اخر حاجه بالنسبه لي في الملاعب، يعني الحمد لله يمكن برده من خلال قناه النادي انا بعد ان انا يمكن دي كانت اخر سنه ليا السنه اللي فاتت في، وان شاء الله اخد مجال تاني باذن الله في مجال التدريب ان شاء الله باذن الله. انت ليك خدت قرار ان انا اعتزل كوره وانا عندي 34 سنه؟ والله بص يمكن الحمد لله لحد ده انت لعيب محافظ على نفسك، محافظ على جسمك، رشيق جدا ما شاء الله كنت، وعندك عندك الحاجات اللي خليك تلعب، عندك السرعه وعندك القوه وعندك المهاره. والله يمكن عشان الحمد لله لحد لعب في اماكن كلها اسامي كبيره طبعا، النادي الاهلي والاسماعيلي وحرس حدود واتحاد وداخليه، فطبعا كان بيبقى صعب عليا جدا الواحد يبقى ان واحد موجود في اي مكان تاني. يمكن السنة اللي فاتت او السنتين اللي فاتوا حتى لما وافقت ان انا العب درجة ثانية مع حرس الحدود، لان طبعا حرس الحدود نادي كبير جدا واسمه كبير، حتى السنتين كنا بنتعامل احنا في دوري ممتاز، ما كانش في فرق بيننا وبين الفرق وبين الدوري الممتاز خالص، يمكن عشان كده ربنا كرم بالصعود لانهم كانوا مجهز لنا كل الامكانيات للصعود، فيمكن دي كانت فرقت معايا كتير جدا، ودي كانت من ضمن الاسباب اللي خلتني اوافق ان انا العب درجة ثانية، لان طبعا ده تحدي بالنسبة لي. يمكن انا لعبت في الاهلي طبعا واخد على كل البطولات،
كل بطوله بتدخلها بيبقى مطالب منك انك تحصد البطوله دي. بالظبط ده كان تحدي بالنسبه لي ان انا حرس الحدود نفس الشيء. بتلعب ان انت مركز اول يا اما اي حاجه ثانيه مالهاش لازمه. بالظبط. فيمكن ده برضو انا خدتها تحدي بالنسبه لي، ان ده تحدي جديد بالنسبه لي ان انا اكلم مجهود تعبي برضو ان انا اكون متواجد في الدوري الممتاز مع حرس الحدود يعني. تمام. طيب تعالى بقى نشوف فريق اعدادنا والمخرجنا الجميل برجاوه محضرين لك كده تقديمه ليك، تعالى نشوفها ونرجع لحضراتكم على طول. احمد صديق يا ولد 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 يا ولد. احمد صديق جناح لاهل طائر، واحد من أفراد الجيل الذهبي الذين التهموا الأخضر واليابس في بداية الألفية الثالثة، والتي توجوها بالحصول على المركز الثالث وبرونزية كأس العالم للأندية في اليابان، عندما تابعته عيون الخبراء فضمه شوق غريب للمنتخب الأولمبي رغم أنه كان يلعب في فريق الفيوم بالدرجة الثانية. على الفور ضمه الأهلي لصفوفه، إلا أن تخمة النجوم بالفريق وقتها حالت دون إشراكه فرحل إلى أسمنت أسيوط قبل أن يعود للأهلي مرة أخرى. كانت البطولة الإفريقية مفتاح دخوله لقلوب الأهلاوية، وبالتحديد في لقاء شبيبة القبائل بالقاهرة في دور الأبطال عام 2006، عندما قاد الفريق لفوز ثمين بهدفين نظيفين سجل أحدهما وصنع الآخر لأسامة حسني. يلا صديق، أحمد صديق، يا ولد 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 يا ولد، ولا أحلى ولا أجمل ولا أروع من كده. ليكمل الفريق مشواره حتى رفع الكأس في رادس أمام الصفاقسي بهدف أبو التريكة الشهير. في اليابان حقق نجوم الفريق الميدالية البرونزية والمركز الثالث. استمر صديق مع الفريق يحصد البطولات الواحدة تلو الأخرى، فنال 17 بطولة مع الأهلي بواقع 4 بطولات للدور العام، ومثلهم لدوري أبطال إفريقيا، ومثلهم للسوبر المحلي، ومثلهم للسوبر الإفريقي، بالإضافة إلى بطولة واحدة لكأس مصر. أما عن الإنجازات الفردية فحقق لقب أفضل لاعب في الصعيد تحت 16 سنة، وأحسن لاعب في بطولة كأس الرئيس، وأيضا هداف كأس العالم العسكرية بالبرازيل. عقب رحيله عن الأهلي انضم لعدة أندية منها الإسماعيلي، وحقق معه لقب وصيف الدوري، الاتحاد السكندري، الداخلية، حرس الحدود الذي حقق معه إنجاز الصعود لدور الأضواء منذ موسمين قبل أن ينهي مسيرته في المستطيل الأخضر كلاعب ليتفرغ لإدارة أعماله الخاصة. الجناح الطائر أحمد صديق. أحمد صديق يا ولد 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 يا ولد. أهلا بحضراتكم من جديد. يعني أحمد صديق عنده ألقاب كثيرة جدا وعنده بطولات كثيرة جدا، لكن اللعيب مش هتحس بيه خالص. هو يروح النادي الأهلي هيحس بيه، اللي هو مهتم قوي إنه يعرف الجنود المجهولة في أي نادي يلعب فيه. أحمد صديق راح الإسماعيلي ومشي الإسماعيلي، راح الأهلي ومشي ورجع تاني، وراح ورجع تاني وحقق كل حاجة مع النادي الأهلي، لكن لعيب عمره ما أثار مشكلة ولا عمرك تسمع له صوت. الحمد لله. الحمد لله. أكيد ده فضل من ربنا تعالى. طب تعالى أعرض لك صورة كده وأنت هتكلمني عنها. يعني انا اعرض لك صوره نفكر الساده المشاهدين احمد صديق طلع امتى وطلع ازاي ومين اللي شافه. احمد صديق اتكلم عن الصوره اللي هتشوفوها قدام حضراتكم دلوقتي. يلا برجاوه. فاكر الصوره دي؟ اكيد طبعا. الصوره انت اول مره تشوفها؟ اول مره اشوفها. طب فاكرها كانت ماتش ايه؟ ده كان ماتش المنتخب الصعيد والمنتخب الاولمبي. تمام. كان مين اللي ماسك المنتخب الاولمبي؟ كان كابتن شوقي غريب وكابتن حماده صدقي، ودي كانت افتتاح بطوله كاس الرئيس، كانت معموله عندنا في الفيوم. يعني يمكن فاكر سنه كام؟
2003 تقريبا او 2002 يعني محسن لملوم طبعا يعني حاجه جميله جدا يعني انا بشكره كمان شكر خاص دايما بيجيب لنا الحاجات النادره يعني زميلي في القناه الاستاذ محسن لملوم ده حاجه فعلا لقيته جايب لي الصوره هو اللي وريها بس لاحمد دي كانت بدايه دي كانت تعارف الكره على احمد صديق وتعارف الجماهير المصريه على احمد صديق من خلال هذه المباراه من خلال الكابتن شوقي غريب يمكن يمكن المباراه دي غيرت كتير جدا في حياتي انا شخصيا يعني يمكن طبعا من ناشئين الفيوم ويمكن قبلها ان انا كنت بروح انديه كتير جدا رحت غزل المحله والمنصوره والمصري وكان كنت لسه 16 سنه بس كنت بروح الدرجه الاولى على طول يعني يمكن كان الفيوم بيطالبوا شويه في كان بيغالوا شويه في الماديات يعني ولكن المباراه دي فرقت معايا كتير جدا يعني يمكن انا بعد الماتش ده رحت منتخب اولمبي وبعد كده البطوله اتعملت في الفيوم بطوله كاس الرئيس دي خدت فيها احسن لاعب وبعدها مباشره رحت النادي الاهلي ودي كانت بدايه بالنسبه لي فرقت معايا كتير جدا يعني مين اللي وداك النادي الاهلي؟ والله طبعا يعني انا كان معايا كابتن عصام خرالله ده من الفيوم يعني ده كابتني طبعا ومن الناس اللي ليها فضل كبير جدا عليا طبعا يمكن هو كان من اكتر الناس المؤمنه بيا كان بيساعدني كتير جدا كان بيكلمني فرق كتير جدا لان هو لاعب دوري ممتاز قبل كده فكان فارق معاه كتير جدا يمكن بعد المباراه دي كلمني هو كابتن ثابت الله يرحمه كان كابتن ثابت البطل مدير الكوره في الوقت ده وكلمني باشمهندس عبد القيعي يمكن بقى من هنا بدات الامور تتوالى بعد كده يعني تمام يعني هبعد بس شويه احمد عن حديثنا واقول للساده المشاهدين ان لوكا مودريتش نجم كرواتيا ونجم الريال الحالي هو خد احسن لاعب في اوروبا وزي ما احنا كنا متوقعين ان هو كان الاقرب ان هو خد احسن لاعب طبعا في كاس العالم تاني فريق او المركز الثاني في كاس العالم هو بصراحه يعني جايزه منطقيه ان هي تروح له لوكا مودريتش عمل كل حاجه في كاس العالم عمل كل حاجه مع الريال بطوله الدوري وابطال اوروبا ويعني حاجه بصراحه عمل كل حاجه محمد صلاح ان شاء الله السنه الجايه يعمل كل حاجه السنه دي وان شاء الله يفوز بلقب احسن لاعب في العالم كمان مش في اوروبا بس كل التمنيات للنجم المصري الكبير محمد صلاح فيما هو قادم لكن بصراحه يعني جايزه راحت لمن يستحقها هو لوكا مودريتش يا صديقي ايه رايك طبعا كنا نتمنى طبعا ان يكون الجائزه دي لمحمد صلاح يعني يكمل طبعا القاب او الانجازات اللي عملها لمصر قبل ما يكون ليه هو لكن طبعا برضو لوكا مودريتش من اللعيبه الكويسه جدا وكاس العالم ده فرق معاه كتير جدا يمكن الواحد كان متوقع ان لو كان منتخب مصر كمل شويه في الادوار النهائيه في كاس العالم كنت متوقع يا صديق ان احنا نكمل بصراحه يعني كنت اتمنى والله لا لكن متوقع. لكن الماتشات اللي قبل الماتشات اللي قبل كاس العالم ما كانتش مطمنانا قوي كلنا يعني الاداء حتى الماتشات الرسميه او الوديه برضو ما كانتش مطمنانا ان احنا لكن كنا بنقبل يعني لكن بقول محمد صلاح لسه بدري وما شاء الله يعني عامل انجازات وانجاز في حد ذاته ان هو ينافس على اللقب زي ده أكيد. احسن لعيب في اوروبا أكيد. مع عمالقه يمكن وجوده وعدم وجود ميسي ده شيء كبير جدا برضو دي جايزه في حد ذاتها نتمنى له التوفيق في اللي جاي ان شاء الله باذن اكيد يعني. اكيد يعني زي ما قال احمد صديق ان انت تقعد في وسط ثلاث لاعبين او اثنين لعيبه من احسن لعيبه في اوروبا عشان ينتقوا من الثلاثه لعيب واحد بينهم واحد مصري فدي حاجه في حد ذاتها زي ما قال احمد صديق حاجه في حد ذاتها ان هي يعني جائزه كبرى للنجم محمد صلاح ان شاء الله كل التوفيق فيما قادم للنجم الكبير فرعون مصر محمد صلاح ويكسر الدنيا زي ما كسرها السنه اللي فاتت يكسرها السنه دي كمان ويعني يروح بقى زي ما هو عايز يروح ان شاء الله حاجه جميله ومشرفه لمنتخب مصر والمصريين كلها محمد صلاح يستحق ان هو يعني يتعامل كنجم اكبر من كده بكتير كلامنا واضح يعني وصريح يعني خلينا نقول بقى خلاص احمد صديق خدوا الكابتن شوقي غريب وراح النادي الاهلي كنت بتتوقع انت تروح النادي الاهلي وانت تلعب في الفيوم لا طبعا هو كان شرف كبير لاي حد طبعا لكن ما كنتش اتوقع في الوقت ده يمكن الحمد لله الواحد في السن ده يمكن كنت انا 16 سنه او 17 سنه وبلعب درجه اولى ممتاز به بس كنت بلعب درجه اولى يمكن كنت بفنش كمان انا كنت بلعب في نص الملعب وكنت بلعب باك رايت لكن في سنه انا فنشت هداف الفرقه حوالي 12 جون في السنه دي لكن طبعا ان انا ابقى في النادي الاهلي في السن ده لا طبعا حاجه ما كنتش احلم بيها لكن ربنا كرم بيها يمكن انا رحت في ظروف صعبه جدا يمكن الموسم اللي انا رحت فيه ده انا يمكن كنت رايح اعاره بنيه البيع يمكن انا كنت رايح الدرجه الاولى كنت بلعب الدرجه الاولى فكنت رايح الدرجه الاولى في النادي الاهلي لكن انا رحت في ظروف صعبه جدا يمكن السنه دي الاهلي الامور ما كانتش ماشيه بشكل كويس خالص يمكن السنه دي اللي خسرنا من الاسماعيلي في البطوله العربيه 4-0 ففي السنه دي يمكن مشوا الفرقه كلها وجابوا ناس كتيره دي يمكن فرقت معايا كتير جدا ان انا ما كانش ليا نصيب لكن انا في السنه دي لعبت مع كابتن فتحي مبروك طبعا في الناشئين كنت ماشي بشكل كويس جدا ولعبت يمكن ده كان اول زور ليا بس كان في اخر الموسم لما جابوا مستر مانويل بينو الدورين
ويعتبر عمل فرقه جديده. جابوا طبعا كابتن اسلام الشاطر وكابتن عماد النحاس وجابوا لعيبه كتير جدا، وابو تريكه طبعا جاب في شهر واحد في نفس الموسم ده. فيمكن دي فرقت معايا كتير جدا، جابوا اسماء كتيره فانا كنت لسه صغير، فدي فرقت معايا طبعا في عدم تواجدي. لكن مستر مانويل لما جه كان ليا دور برضه في الفرقه، ويمكن لعبت اخر ماتش في الدوري كان مع اسوان، يمكن ده كان اول ماتش ليا في الدوري ممتاز. يمكن بعدها طبعا هو طلب ان انا ما يعني على الاقل امشي اعاره، ما امشيش بنيه البيئه يعني، ما امشيش بيئه نهائي. لكن انا في الوقت ده كنت على ذمه نادي الفيوم، ما كنت رايح اعار نادي الاهلي. فبالفعل رجعت نادي الفيوم تاني ورحت اسمنت اسوط سنتين، الحمد لله يعني ربنا وفق جدا في السنتين دول. عملت موسمين كويسين جدا بفضل الله يعني، ورجعت الاهلي تاني والحمد لله يعني. كمل لي. مفيش يعني، انا بقول لك يمكن حتى انا في الوقت ده برضو وانا في اسمنت اسوط يمكن كلمنا اكتر من فرقه، طبعا بشكرهم كلهم فرقه كبيره جدا. نادي الزمالك وبالفعل قعدت مع المستشار مرتضى في الوقت ده، وكلمني نادي الاسماعيلي وانبي، لكن طبعا كانت الاولويه للنادي الاهلي، لان انا بطبيعتي اهلاوي، يمكن البيت عنده كله اهلاوي كمان. العشق. طبعا ما تقدرش تقول حاجه ثانيه. لا طبعا. وانت مشيت من النادي الاهلي رجعت الفيوم، طلعت على اسمنت اسيوط، وانت حاطط في دماغك انت ترجع النادي الاهلي ثاني؟ اكيد طبعا، ده حلم، وانا انا اشتغلت عليه كويس جدا، ويمكن ساعدني الامانه برضو دكتور جمال محمد علي. يمكن انا في السنتين دول كنت انا وعصام الحضر تقريبا لعبنا، كان الدوري تقريبا في الوقت ده 13 فريق بس، يمكن انا في الموسمين دول كنت اللعيب الوحيد انا والحضري، لعبنا 26 مباراه من 26 ما طلعتش دقيقه من الملعب. فالحمد لله كان يعني السنه دي برده فرقت معايا كتير جدا يعني الحمد لله. وبعد كده طلعت، بعد كده رجعت النادي الاهلي بقى في 2006. ربنا كرم بقى والحمد لله، يمكن كل البطولات، يمكن في الموسم 5 بطولات بنطلق. انت جيت لنا متاخر بقى. يمكن الحمد لله رجعنا طبعا. يمكن انا بالنسبه لي شايف ان ده من افضل الاوقات في تاريخ النادي الاهلي مع مستر مانويل طبعا وكل اللعيبه اللي كانت موجوده. يمكن 5 بطولات في الموسم بناخد الخمسه. ايوه انا خدت 5 بطولات. خدت 5؟ 5 بطولات. متاكد؟ اه والله. طيب خلاص. 5 بطولات. انا كل شويه في بطوله جايه. انا حوالي انا في 3 سنين حوالي 14 بطوله بفضل الله يعني. ما شاء الله. فيمكن من هنا بدات منهم بونوزيت كاس عالم طبعا، ودي انجاز بالنسبه لي طبعا. الحمد لله محمد كان متواجد وكان ليه دور. اكيد. لعبت 3 ماتشات برضو الحمد لله يعني. فتوالت الامور بقى طبعا 3 مواسم. بعد كده مشيت تاني بقى، رحت لما مسك طبعا مشي مستر مانويل مسك كابتن حسام البدري، يعني ما حسيتش ان الامور فيها، فطلبت ان انا امشي. بالفعل رحت النادي الاسماعيلي، يعني برضو دول كانوا من افضل مواسمي في الكوره وافضل ايامي بالنسبه لي طبعا. انت عارف النادي الاسماعيلي طبعا ساعدني كتير جدا برضو، قعدت 3 مواسم. اه طبعا 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 بشكر كل الناس هناك طبعا. ناس بامانه يعني كانت ناس محترمه جدا وناس بتاعت كوره فعلا. الحمد لله اديت بشكل كويس جدا في الـ3 مواسم. كلمني النادي الاهلي تاني، وبرده المصادفه برده ان في نفس التوقيت برده كلمني نادي الزمالك برده يعني. ويمكن رحت على كان كابتن حسام حسن اللي ماسك، كابتن حسام ابراهيم، ورحت بالفعل قعدت معاهم. ولكن طبعا برده كان في تواصل. لسه الاهلي اتكلم؟ لا كان متكلم برده، كان في تواصل طبعا من خلال الكابتن سيد حفيظ في الوقت ده. وكابتن حسام البدري تقريبا، كابتن حسام ومستر مانويل اللي كان ماسك، وبالفعل رجعت تاني الحمد لله يعني. يعني هو كابتن حسام البدري مش يعني مش هقول مشاك، انت ما حسيتش؟ لا هو دي طبعا وجهات نظر انا بحترمها جدا طبعا. ويمكن بناء على كده انا ما عملتش اي مشكله. يمكن انا حتى في السنه اللي مشيت فيها دي انا بالنسبه لي كانت سنه غريبه جدا، لان طبعا انا في الـ3 مواسم دول مع مستر مانويل كنت لاعب كل الماتشات في كل البطولات متواجد. انا كنت هسالك السنه. طبعا حتى الغريب كان بالنسبه لي شويه ان انا الموسم الاخير ده لعبنا فاينل دوري مع النادي الاسماعيلي، لعبت الماتش كله بفضل الله كويس جدا، وخدنا بطوله الدوري وخدنا بطوله افريقيا برضو. ومع ذلك يعني فوجئت ان طبعا انت كابتن حسام المعامله مش هي، وهو طلب مني بالفعل ان انا ما كنتش ليا دور في الفرقه، وانا احترمت ده جدا. ويمكن يعني عشان الواحد الحمد لله اجتهد، يمكن ربنا كرمني بنادي كبير زي النادي الاسماعيلي ان انا امشي من النادي الاهلي اروح النادي الاسماعيلي. والحمد لله انا حتى يعني ده يثبت ان الحمد لله الواحد ما كانش مقصر او تقصير في اي شيء، ان انا برده حتى امشي من النادي الاهلي واروح النادي الاسماعيلي، وبعد 3 مواسم ارجع تاني للنادي الاهلي. فده الحمد لله اكد ان الواحد ما كانش مقصر في اي شيء كان مع مستر مانويل. لكن يعني الحمد لله هو كله فريق طبعا، ان انا برضو بعد ما كان مستر مانويل متكلم معايا وبالفعل مضيت في وجود مستر مانويل، لكن الامور تغيرت. مستر مانويل مشي، حصلت امور الثوره ومجزره بورسعيد طبعا. يعني ربنا يغفر لشهدائنا جميعا يعني وشهداء النادي الاهلي طبعا. فدي فرقت طبعا، مستر مانويل مشي، وعدم التوفيق برضو بالنسبه لي ان كابتن حسام هو اللي رجع ماسك تاني. بس انا كنت ماضي في النادي، وبناء على كده يمكن انا حتى طبعا احترمت طبعا ده، وقعدت واتكلمت معاه وقلت له يا كابتن انا طبعا انا مضيت اول ما حضرتك تيجي، لكن انت حضرتك لو ليك اي وجهه نظر او ليك رؤيه ان انا ما اكونش موجود
فانا مفيش مشكله خالص بالنسبه لي، لا طبعا انا عايزك ومحتاجك، وبالفعل فضلت متواجد، لكن برضو ما كانش في توفيق ان انا ما شاركتش بصفه مستمره مع كابتن حسام. ما لعبتش خالص يعني. فبرضو بعد كده مشي كابتن حسام ومسك كابتن محمد يوسف، لعبت تقريبا ماتشين او حاجه زي كده، وبناء على كده مشيت بقى. بعد كده رحت النادي الاتحاد يعني. لكن كل مره كنت بتمشي فيها يا صديق ما كنتش بتفتح بقك. انا اسمش يعني مش يعني انت عارف يعني تفتح بقك يعني ايه؟ طبعا ما بطلعش في اعلام، ما بطلعش في صحافه، بقول اصل انا مش عارف ايه، وانا يعني الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ما اتقالش قبل كده. اصل احنا بنتعامل في نادي كبير يعني بالزبط. انا بالنسبه لي وعشقي للنادي الاهلي بعيد عن ان انا لعيب في النادي الاهلي او لا، فطبعا كان بيفرق معايا كتير جدا، وانا تابع للمنظومه. انا تابع في المنظومه، محتاجني اكون موجود، مش محتاجني خلاص بدون اي مشكله. يمكن انا بقول لك حتى من المواقف الغريبه جدا ان انا كان بيجي اوقات كتير جدا ما فيش غيري في الفرقه بكري او نص ملعب، ما بتلعبش برضه، برضه ما كنتش بلعب، ومع ذلك ما كنتش بتكلم خالص. يمكن حتى واحنا كان عندنا ماتش في السعوديه، انا فاكر الموقف ده طبعا، كان عندنا ماتش اعتزال في السعوديه، مع لعبنا ماتش ودي مع الهلال، وشات الاقدار ان انا العب مع الهلال، العب مع فرقه الهلال، خدوا لعيبه من هنا ولعيبه من هنا، وشات الاقدار العب من هنا. وبالفعل في الماتش ده يعني كسرت الدنيا. الحمد لله كنت موافق جدا جدا، لعبت في نص الملعب. سبحان الله يا رب. كنت موافق جدا لعبت. يمكن انا بتهيألي في الوقت ده يمكن كانوا واخدين قرار، او كابتن حسام واخد قرار ان انا امشي شهر واحد. لكن بعد الماتش ده الدنيا اتغيرت خالص، ان انا الحمد لله كنت موافق جدا. ومجرد ما رجعنا من السعوديه بعد الماتش ده، لقيت المعامله معايا اتغيرت خالص، ويمكن حتى الكابتن حسام بنفسه لقيته في التمرين، كان موجود اليوم ده الكابتن احمد شوبير تقريبا كمان كان جاي في النادي حاضر التمرين، وبنفس اللفظ قال لي تعالى يا عم اللي مصر كلها مصدعاني بيك يعني كابتن حسام. ولكن برضو الامور مشيت كما هي يعني، ما كانش فيه جديد بالنسبه لي. مصر كلها مصدعاه الحمد لله. لو يعني احمد لما بتلاقي نفسك عامل كل حاجه ومشيت، بيبقى احساسك ايه؟ والله هو الاحساس ده بيبقى صعب جدا، وخصوصا انت في النادي الاهلي، لان طبعا مفيش اي حد يتمنى انه يلعب في النادي الاهلي. طب انت موجود، فاكيد بتتمنى انك تحافظ انك تفضل موجود تاني في النادي الاهلي، وتبدا وتاني حياتك في النادي الاهلي. فده كان امر صعب جدا بالنسبه لي، وخصوصا ان الواحد الحمد لله يعني تعود على البطولات، تعود انه اي بطوله بياخدها مفيش غير المنافسه عليها. يمكن انا فاكر والله لما كنا بنتعادل الماتش ما كناش بنخرج من البيت، بنتعادل مش بنخسر. انا فاكر فالامر ده كان صعب جدا بالنسبه لي، لكن هي سنه الحياه كده الحمد لله. انت اللاعب الوحيد، لسه محسن لملوم بيقول لي انت اللاعب الوحيد الاهلي يعني مشيت من الاهلي ورجعت 3 مرات، يعني دي عمرها ما حصلت. وبعدين اللي بيرجعك عارف مين طبعا؟ يعني اللي بيرجعك مانويل جوزيه. فاكيد حاجه تخليك يعني في السماء. طبعا حاجه تاكد الحمد لله ان الواحد الحمد لله انه الحمد لله لعيب كويس جدا بفضل الله، والا ما كانش هيبقى فيه اكتر من مره تواجد في النادي الاهلي امشي وارجع تاني امشي وارجع تاني. فطبعا ده شيء بالنسبه لي كويس جدا، وزي ما انت بتقول او زي محسن بيقول ان دي ما حصلتش غير معايا انا. فطبعا ده برضو انا بعتبره انجاز بالنسبه لي يعني. لكن كنت بتاخد الموضوع يعني ان انا احارب تاني عشان طبعا ان احمد صديق لعب كويس؟ طبعا احمد صديق يعني ما ينفعش يمشي، وهو اصلا كمان عامل ماتشات كويسه وعامل اسم كويس، ولعب كاس عالم الانديه، واخد برونزيه كاس عالم الانديه، وشارك في ماتشات كاس العالم للانديه، وحقق مكسب في 2006 الهدف اللي احنا شفناه جون. كنت اقصدها والله المباراه دي كان ليها ظروف خاصه كمان في النادي. يعني المباراه دي كان ليها ظروف خاصه جدا في النادي. يمكن احنا بدانا البطوله دي باول لعيبه كتير غايبه لا، وبدانا بهزيمه من الصفاقس في تونس. وكان الماتش ده كان فيه لعيبه كتير جدا غايبه، طبعا تريكا وبركات وكان لعيبه كتير جدا غايبه. فانا حتى يعني الماتش كان صعب جدا، ولما اتفاجئت ان مستر مانويل بيلعبني في نص الملعب مكان طبعا نجم تريكا، دي حاجه طبعا ما ولكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى في الماتش ده ان انا الحمد لله كنت موفق واكون ليا دور في المكسب. ده كان توفيق من ربنا سبحانه وتعالى يعني. قلت بقى اكيد تريكا كلمك في التليفون بعد الماتش ده؟ اصل انا عارفه. لا هو طبعا انا طبعا ده من الناس اللي اي حد في الدنيا كلها لازم يحبه ويحترمه يعني. شخصيات سواء في الكوره وغير الكوره، الشخصيات اللي اي حد يحبه، انا على المستوى الشخصي بحبه جدا طبعا. يعني انت مش لوحدك والله. والله انت مش لوحدك. ان شاء الله يرجع بالسلامه في اقرب وقت يعني باذن الله يعني. يعني طالما يذكر ابو تريكا لازم يذكر بالكلام الحلو والكلام الجميل اللي كل الناس بتعشقه، ودي حقيقه طبعا. سبحان الله طبعا يعني طبعا سبحان الله. طبعا يعني هو من الناس الخلوقه بالفعل يعني، مش فكره كلام، ومن الناس اللي بتحب الخير لكل الناس يعني. فنتمنى ان شاء الله انه يرجع في اقرب وقت بالسلامه باذن الله ان شاء الله. يا رب يا رب. يعني اي يا جماعه اي حديث هتلاقوا فيه اسم محمد 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 ابو تريكه هتلاقي كله بيتكلم عليه يعني بطيب الكلام او اجمل الكلام، لانه فعلا يستحق هذا الكلام الجميل وهذا الكلام الطيب. شخصيه بصراحه يعني الواحد قعد معاه قد ما قعد طبعا تسمع منه حاجه خارجه، ولا تسمع منه متضايق، ولا تسمع منه اي حاجه،
غير حد جميل جدا تحب تشوفه وتحب تتكلم معاه. ان شاء الله كل الامور تبقى تمام في اقرب وقت باذن الله للنجم ومعشوق الجماهير الاهلاويه ومعشوق مصر كلها محمد ابو تريكه. يعني فين بقى احمد صديق دلوقتي؟ هرجع لك تاني بقى في حاجه كوره بس اشوف احمد صديق فين دلوقتي. والله هو انا دلوقتي الحمد لله يمكن بعد ما خدت القرار ده ان انا اعتزل. القرار ده بلا رجعه خلاص؟ خلاص الحمد لله. تمام. يعني طبعا بشكر كل الناس اللي كلمتني سواء مسؤولين انديه او مدربين، لكن انا ما لقيتش الحاجه المناسبه بالنسبه لي ان انا يعني اكون متواجد فيها. زي ما قلت لك انا اتعودت على مكان معين وعلى طريقه لعب معينه وعلى فكر معين ان انا ما فيش قدامي غير البطولات، فكان صعب جدا بالنسبه لي ان انا احس ان انا متواجد في مكان يعني مش على نفس المستوى اللي الواحد فاضل متواجد فيه. لكن انا دلوقتي الحمد لله من بعد ما خدت القرار ده طبعا ان شاء الله يكون لي نصيب في مجال التدريب باذن الله. بحاول احضر واجهز كل الشهادات والرخص اللي تساعدني باذن الله والمعايشه ان شاء الله. بفكر برده باذن الله انا ان شاء الله اشوف فرقه من الفرق الكبيره ان شاء الله في اوروبا باذن الله ان انا اعمل معايشه كويسه باذن الله تساعدني. ربنا وفق برده، وحاولت ان انا اعمل حاجه تساعد بلدي طبعا من الفيوم زي ما قلت لك. بالفعل عملت اكاديميه الحمد لله، اكاديميه وفيها جزء شركه تسويق صغيره. حاسس ان انا احاول اساعد، اكيد كلنا محتاجين حد يساعدنا. اكيد يعني احنا كلاعيبه كوره والواحد لعب في الظروف دي فمحتاج اي حد يساعده. فبالفعل خدت القرار وعملت الحمد لله عملت فرع في البلد للاكاديميه باسمي. الحمد لله يمكن برضه ربنا وفق وديت لعيبه اكتر من لعيب في اماكن كويسه من الاسماعيلي وانبي. برافو عليك. وان شاء الله برضه هيكون في لعيب او اثنين ان شاء الله. يعني انا ان شاء الله هديهم هديه للنادي الاهلي، لعيبه صغيره بس ان شاء الله انا هديهم هديه للنادي الاهلي برضه باذن الله. الحمد لله يمكن ده برضو ساعدني ان انا خدت على الجو التدريبي برضو أكيد. والاداره لان برضو الموضوع كبير. يعني الحمد لله انا عندي ما شاء الله اللهم لك الحمد عندي عدد كبير، يعني عندي عدد في البلد ما شاء الله. وبالفعل برضو عملت فرع تاني هنا في القاهره. فالحمد لله عندي عدد، حاسس ان انا بقيت مسؤول من دلوقتي. اكيد مسؤول عن عدد ومسؤول عن ناس. هينفع تبقى مسؤول اصل انا عارفك ان شاء الله. قلبك قوي شويه. لا ان شاء الله يعني ده اتجاه تاني بالنسبه لي مستقبل اركز فيه ان شاء الله ان انا يكون زي ما ربنا كلم مجهود الواحد وتعبه بالنجاح هو لاعب ان شاء الله برضه في المجال التدريب باذن الله يكون كده ان شاء الله. انت تستاهل كل خير والله. شكرا يا امير ربنا. يعني اخر سؤال اسالك بسرعه جدا جدا، مين في التدريب المثل الاعلى بتاع صديق؟ يعني انا بالنسبه لي يعني انا هقول اثنين وممكن الناس تستغرب شويه. يمكن طبعا مستر مانويل. قول لي اثنين وبعد كده نرجع نكمل. يعني مستر مانويل ده رقم واحد، ورقم اثنين بالنسبه لي يعني كابتن سامي قمصان. سامي قمصان. لا لازم نسال احمد صديق سامي قمصان حاجه جميله جدا. اقول كده نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم بسرعه جدا مع النجم الجميل والمحترم احمد صديق. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله ومعايا النجم اللي مشرفني احمد صديق نجم الاهلي ونجم منتخب مصر. قبل الفاصل كنت بساله مين هو المدرب اللي مسيطر على دماغ احمد صديق، قال لي اسمين، الاول منطقي والثاني هنعرف هو بيحبه ليه. الاول قال لي هو مانويل جوزيه والثاني قال لي سامي قمصان. سامي قمصان بقى عارفين كلنا مانويل جوزيه طبعا، يعني اسطوره التدريب اللي جت الاهلي واسطوره تدريب مصريه كمان. لكن سامي قمصان بقى قول لي سر حبك ليه. بس هقول طبعا على مستر مانويل الاول لان في حاجات صغيره كده برده بتفرق كتير جدا. يمكن الناس بتشوف الظاهر بس، لكن هو من العقليات اللي بتعرف تتعامل مع لعيبه الكوره كويس جدا. يمكن انت طبعا عاشرته وعارف. انا قاعد بقى في البرنامج وانت عارف انا بحبه طبعا طبعا قلت كل حاجه طبعا يعني. لكن هو فعلا يعني بعيد عن الكوره والفنيات بيعرف ازاي يتعامل مع لعيبه الكوره. هو شخصيته اللي نجحته يعني شخصيه بيعرف بجد يتعامل ازاي مع لعيبه الكوره بالظبط. طبعا من افضل المدربين الواحد على المستوى الشخصي بالنسبه لي من افضل المدربين شفتها في حياتي. يعني دي حقيقه. انا قلت له هو كان معايا في البرنامج قلت له انت اقول لك يعني رايي بصراحه فيك، انت مدرب كوره يعني ممكن يبقى في مدربين كتير كوره لكن شخصيه مش هتتكرر. طبعا هو طبعا. فعلا دي اللي نجح لان هو كان حتى الواحد كان بيجي مش هقول لك ان انا لعبت معاه على طول لا، وانا كنت بلعب وانا كنت بقعد بالزبط. لكن مع ذلك ما كنتش بتحس انك متضايق ابدا يعني. انت تحس ان هو هيلعبك النهارده يبقى عايزك النهارده، بكره يبقى مش عايزك بكره بالزبط. هو بالنسبه له كده. يمكن دي من الحاجات المهمه جدا في المدرب يعني. اما بالنسبه للكابتن سامي فانا شايف انا طبعا ببارك له طبعا، باركت له قبل كده وبارك له تاني لان طبعا برده خطوه مهمه جدا في حياته انه متواجد في النادي الاهلي. اكيد دي نقله تاريخيه بالنسبه لاي حد. يمكن هو من المدربين ان انا شايف ان هم ان شاء الله هيبقى لهم دور كبير جدا في مصر وفي النادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله ان يبقى يجي الوقت اللي هو يبقى مدير فني في النادي الاهلي. ان هو انا من وجهه نظري شايف انه عنده الامكانيات انه يبقى كده.
انا اتعاملت معاه موسمين، موسم كان مدرب مع كابتن حميد باسوني والموسم الثاني مدير فني اللي احنا صعدنا فيه. لا انا بقول انه مدرب هيبقى ليه دور كبير جدا في الكره المصريه ان شاء الله باذن الله. هو فضل ان هو يجي الاهلي ويسيب طبعا الحرس يعني انا خطوه، يعني في ناس يقول لك لا انا مدير فني ابقى حر فكري تمام، غير ان اجي مدرب ثالث في نادي، فهو اكيد حاطط اهداف معينه وعايز يوصل لها سامي قمصان. هو ميزه كابتن سامي انه يعني ماشي في حياته باهداف وماشي، تحس ان هو مرتب حياته كويس جدا يعني بيبقى حاطط هدف واكيد يوصل له. وعايز اقول لك ان لو يعني لو جاله فرقه ثانيه غير النادي الاهلي او نادي النادي الاهلي انه يبقى مدرب مساعد ومش مدير فني اكيد هيرفض، لكن النادي الاهلي محدش بيقدر يرفض، وخصوصا انه اكيد المكان اللي هو فيه اكيد هيزيد فيه ان شاء الله. اكيد طبعا اكيد. لكن انت بتقول ان هو مدرب عنده فكر وعنده، لا انا بقول لك مدرب احترافيه في التدريب طبعا، مدرب كويس جدا يعني فنيا واخلاقيا ولا لا مدرب هيبقى ان شاء الله ليه دور كبير جدا في الكره المصريه يا رب. وشخصيه محترمه برضو سامي قمصان، شخصيه محترمه من الشخصيات المحترمه قوي، وزي ما بيقول احمد صديق وكل الناس عارفه ان سامي قمصان مدرب كويس قوي، ان شاء الله يكون ليه مستقبل في النادي الاهلي في القريب العاجل. تعالى ندخل او نرجع تاني لاحمد صديق، قول لي بقى موقف في حياتك. انا دايما طبعا السؤال المعتاد، موقف في حياتك عمرك ما تنساه في الكوره. موقف في حياتي هو طبعا الواحد بيعدي عليه كتير جدا يعني، لكن موقف في عندنا مواقف كده واحنا نايمين بنفتكرها، مواقف واحنا نايمين بنفتكرها. هي في مواقف كويسه اكيد، وفي مواقف طبعا الواحد يتمنى ان ما كانتش تحصل، لكن الحمد لله طبعا. لكن من اصعب المواقف بالنسبه لي هو موقف. أنا عارف. قول. طيب انا عارف قول انا هسيبك تقول. لا قول انت اللي عايز. هسيبك تقول. محمد عبد الوهاب اكيد طبعا بالفعل يعني، لان انا في اليوم ده احنا كنا مع بعض طول اليوم بالليل. كنا بنسجل اغنيه لكابتن سيد في ماتش اعتزاله يعني، كنا مع بعض طول الليل يعني، وشيت الاقدار كمان ان انا كنت معاه قبل ما ننزل الملعب بخمس دقائق الصبح في الجيم يعني، كنت قاعد انا وهو. هو طبعا كان ربنا يغفر ليه ويرحمه يعني، كانت من الشخصيات المحترمه جدا 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 يعني جدا يعني اكيد. ربنا يغفر ليه ويرحمه. فدي كانت من اصعب المواقف بالنسبه لي، لان دي حاجه كانت قدامي وعشتها معاه يعني لحظه بلحظه يعني، فربنا يغفر ليه ويرحمه يا رب ان شاء الله. انت عارف ان الذكرى بتاعته عارف المفروض انها بكره تقريبا، فربنا يغفر ليه ويرحمه ان شاء الله باذن الله يعني يا رب. هو كان شخصيه جميله وتحس ان هو يعني كان هو اصلا ما يستاهلش ان هو يعيش في الدنيا دي بتاعتنا بصراحه. يعني يمكن انت تقريبا لعبت معاه في انبي تقريبا صح كده، فلا لا ربنا يغفر ليه ويرحمه، ربنا يغفر ليه ويرحمه، واكيد في مكان احسن من هنا دلوقتي اكيد اكيد. طيب موقف ثاني بقى تحس ان انت بتبقى فرحان قوي وانت بتفتكره. وانا فرحان لان في موقف انا شايف انه يعني غير كتير جدا او زود او فرق كتير جدا معنا احنا كلاعيبه ومع النادي الاهلي، هو ماتش الصفاقس. الجون بتاع بوتريكا في الوقت ده انا شايف انه فتح لنا ابواب كتيره جدا يعني، فتح لنا يعني لولا الماتش ده اكيد كنا هنلعب سوبر افريقي، كنا هنلعب كاس عالم وناخد ثالث عالم. فانا شايف ان يعني دي برضو من افضل اللحظات بالنسبه لي في الكوره يعني. دي حقيقه دي حقيقه فعلا. الهدف ده غير الاهلي كمان، غير معانا كتير جدا يعني. انا حسيت كده، يمكن احنا حتى الوضع اللي شفناه واحنا راجعين من تونس الهدف يعني طبعا يعني انا شايف ان الهدف ده غير معانا كتير جدا، معانا احنا كلاعيبه واكيد كنادي وكجمهور. لا انا شايف انه فرق معانا كتير جدا. الاستقبال اللي شفناه واحنا راجعين من تونس بعد الماتش ده ياكد ان الهدف ده فرق معانا كتير جدا. احنا كنت واحنا راجعين كنت حاسس ان احنا مصر كلها مستنيانا بالظبط، مش جمهور الاهلي بس، يمكن احنا رجعنا في وقت متاخر، لكن كنت حاسس ان مصر كلها مستنيانا في اليوم ده يعني، الشوارع وفي كل يعني مكان فعلا يعني. زي ما بيقول لي محسن لملوم في الايربيس كانت بدايه ان رادس وش السعد على النادي الاهلي. دي حقيقه انا شايف ان الماتش ده فرق معانا كتير جدا جدا يعني، فدي من اسعد اللحظات بالنسبه لي يعني في الكوره. ماتش 4-3 ده بقى بالنسبه لي انا بالمستوى الشخصي ده من افضل يعني شفتها مفكرك ازاي يعني ماتش 4-3. انا عايز اشكر محسن لملوم بصراحه يا جماعه. انا كمان بشكره، شكر خاص جدا يعني، حاجه جميله جدا، دايما بيجيب لي خبايا الخبايا. انا كمان بشكره محسن، اخ ليا من صغري يعني، يمكن هو برده بلدياتي ومن اكتر الناس اللي ساعدتني برده، انا بشكره جدا طبعا، وبشكره على النهارده وعلى التقرير الكويس اللي عمله النهارده. لكن انا بقول لك ماتش 4-3 ده كان له ظروف مختلفة تماما. يمكن انا يمكن احنا بنلعب كل يعني زي ما قلت لك، احنا بدأنا الموسم اي بطولة بناخدها، لكن الماتش ده كانت ظروفه صعبة جدا. نهائي كاس مصر الزمالك بتقدم علينا مرة ونتعادل، وتاني مرة ونتعادل في اخر 7 دقايق، وتالت مرة ونتعادل وبعد كده نكسب. فيمكن حتى كل الناس بتشوف انه من افضل ماتشات اهلي وزمالك يعني، كل الناس بتتكلم انه من افضل ماتشات اهلي وزمالك. دي حقيقة فعلا.
اما بالنسبه لي انا يمكن انا نزلت التغيير تغيير في اخر 7 دقائق في الشوط الثاني وكنا خسرانين 2-1. بعد كده تريكا جاب جون التعادل 2-2 وبدانا الشوط الاضافي الثالث. الزمالك برضه اتقدم ده متعب الاول اهو. طبعا يلا برجاله هو كان ماتش جميل في كل حاجه، ماتش حلو جدا في كل حاجه. ده الثاني ابو تريكا الوقت ده انا كنت لسه نازل الملعب شغال الجناح بتاعته على طول. كنا خسرانين. نزلت بقى نزلت قبل الجون ده على طول. نزلت وهي 2-1. نزلت تعادلنا 2-2 وبعد كده كملت الحمد لله. منصف كان زعلان من التعادل وما كانش عارف ان هو لسه فيه جنين تانيين. طبعا لان الماتشات اهلي وزمالك كمان بتبقى بطوله خاصه ونهائي كاس مصر كمان بتبقى يعني بطولتين مش بطوله واحده يعني طبعا. فالحمد لله الواحد ان كان ليه دور. يمكن انا ده الكروس الاخير بتاع اسامه حسني وكان صعب جدا كمان. الحمد لله يمكن انا حتى الوقت ده الثالث اللي الكروس اللي هتعمله بعد في الجون. يمكن انا ناس كتير لمتني بعد الماتش ان انا ليه ما جبتش جون. لكن في الوقت ده انت بتبقى عايز تضمن يعني، وانا شفت ان اسامه ممكن يكون افضل مني. دي حقيقه. يمكن حتى انا بالنسبه لاسامه يمكن عاملين دويتو كتير انا وهو، يمكن عامل له اهداف كتيره الحمد لله يعني، يمكن بنساعد بعض وساعدنا بعض كتير في الملعب يعني الحمد لله. لا وكمان الكروس من الحته دي عشان تعمله تشيب كده ما انت مش عارف انت بطلت ليه بصراحه. يعني انا عمال ماشي معاك اهو اللي احنا يعني اصحاب، بس انا مش عارف بطلت ليه مش عارف انا. الحمد لله 30 سنه. الحمد لله الحمد لله يمكن ماشي كان يتمنى طبعا، لكن الحمد لله يعني الواحد الحمد لله. منهم برضه عملت نفس الجون لاسامه حسني قدام الهلال السوداني 2-0 بسوعه معايا. لا ما انا بقول لك ممكن افتح المايك وهو يكلمك لا يمكن انا اسامه عامل له اكتر من هدف الحمد لله وكلها اهداف مؤثره. يمكن حتى ماتش الهدف بتاع ماتش الهلال السوداني ده يمكن كانت من الماتشات الصعبه جدا بالنسبه لي، لان انا حطيت في موقف صعب جدا في الماتش ده ان انا مستر مانويل احنا متعادلين 0-0 في الماتش بطوله افريقيا ده، وتقريبا باقي حوالي ربع ساعه ومستر مانويل ياخد قرار ينزلني مكان تريكا، وانت عارف يعني ايه تريكا. فدي بصراحه كانت حاجه صعبه جدا بالنسبه لي، لكن كان تحدي وكانت ثقه من مستر مانويل، وان ربنا وفاني ونزلت مكان تريكا وعملت جون المكسب وكسبنا 2-0. عملت جون الاولاني لاسامه حسني، فدي كانت برده من اللحظات الصعبه بالنسبه لي. انت عارف يعني ايه تريكا يعني. انا عارف يعني انت تنزل مكان تريكا بالنسبه للناس كمان يعني ما حدش هيتقبل ده ابدا يعني. انا عارف انا لعبت مكانه ماتش. انا لعبت بقى بدات مكانه ماتش. خلاص مش عايز اقول لك يا جماعه والله العظيم خلاص. يعني لكن الحمد لله يعني ظروف ماتشات يعني. الحمد لله كنت ببقى موفق لما ربنا كان بيريد ان انا كنت متواجد في مكانه او في نص الملعب، كان ربنا بيبقى موفق الحمد لله، وكان حد بيبقى ليه دور ايجابي مع الفريق الحمد لله. انت بتلف تلف وترجعنا لتريكا تاني وانا اقعد اتكلم عليه تاني. بنحبه كلنا اكتر لعيب تريكا وبركات طبعا. اكتر لعيب علق مع احمد صديق في حياته الكرويه. اكتر لعيب في مكاني ولا عموما؟ معلق في دماغك حبيته جدا، ارتبطت بيه جدا، كان نفسك تكمل معاه جدا غير ابو تريكا بقى عشان معني. ما هو في كتير والله يعني. بس ما تقوليش اينو عشان ما ازعلش. لا منه. مين اينو ده؟ حد يعرفه؟ ايوه صح. محدش يعرف اينو الناس دي. لا انا ولا حسام عاشور. بنتكلم عن الكوره. لا حسام عاشور حبيبي ما اقدرش غلط. حسام عاشور حبيبي يعني من الناس المحترمه يعني. كانت موقفكم كتير مع بعض يعني. طبعا يعني انا وهو وجديد على طول مع بعض. ما تقول لنا حاجه كده، حاجه للجماهير الاهلي، حاجه كده من تحت الترابيزه. لا من تحت الترابيزه يبقى فيه كتير وما ينفعش يتقال. ممكن واحده بس اللي بتبقى مستنيه الكواليس دي. ما ينفعش يتقال. ما ينفعش. انا عارف هي كلها حاجات الحمد لله محترمه، لكن ما ينفعش يتقال. لانه انت عارف كنا احنا على طول مع بعض ما بنسيبش بعض خالص، فاكيد كان بيبقى فيه حاجات كتير يعني. طيب ماشي يا سيدي، تعالى نشوف بقى الاهلي. مش هقول لك الاهلي يعني بقى الطبيعي بتاع النادي الاهلي ان هو ممكن يبدا وحش ويبدا وحش تاني، لكن في الاول وفي الاخر هو بيكون عند حسن ظن الجميع. بدانا افريقيا بدايه كانت سيئه شويه، كنا في اخر المجموعه، بدانا نطلع المجموعه، بقينا اول المجموعه. طيب تعالى نشوف كده، يجيبوا لك لقطه مع احمد شديد كده اهي. بص برضو دي حاجات برضو جاي. دي في اليابان. طبعا. ما انا بقول لك هتلاقي كتير يعني الحاجات الصغيره دي هتلاقي كتير. اصل دول عندهم برجاوي عندهم حاجات كتير انا عارف، بس مش قادر اتكلم يعني. انا بقدم البرنامج. انا بقول لك عندي اوصاف كتير جدا. خلينا هنا كده بالذات. اصل انت جايب احمد صديق ده يعني انت تشوفه كده طيب وجميل، لكن احمد صديق مع احمد شديد قناوي مع حسام عاشور مع محمد سمير مع سمير واينو عصابه والله بجد يعني. فخليني ساكت بس تعشيني بعد البرنامج. حاضر. ده انت اللي بتعشيني على طول يعني. انت اللي بتعمل لنا اكل. ما اوكي ماشي. نروح الاهلي في افريقيا. بدينا بدايه مش الاهلي، لكن نهينا باول مجموعه. ماتش كامبارا سيتي الاخير كسبنا 4، لكن جه فينا 3 جوان. الجماهير قلقانه شويه.
فانا قبل ما انت تدخل لي ما اعرفش انت كنت سامعني ولا لا، اتكلمت ان ماتش لعيبه الاهلي بيبقوا حاسين بالماتش، هل هو ماتش يعني جامد جدا ولا ماتش عارف اللي هو يعني فعلا كده بنبقى احنا نازلين حاسين الماتش ده مهم هناخده هناخده، والماتش ده يعني بنماين فيه قوي. فالثلاث اجوان ليه؟ لا هو زي ما انت قلت يعني يمكن هي لعيبه كره بمصري كده مش فكره اهلي، مع ان الاهلي طبعا حاجه ثانيه. انا قلت لعيبه في كل العالم بصراحه طبعا طبعا، لكن الاهلي طبعا حتى انت عارف يمكن حتى لو ماتش ودي مفيش حل بالنسبه لك او هدف بالنسبه لك غير المكسب، لكن اكيد الماتش ده ليه ظروف يعني. لكن طبعا لو بنتكلم على البدايه كانت صعبه جدا طبعا، كانت صعبه جدا علينا احنا كمان يعني ان تبدا تاخد بونت واحد من حوالي ماتشين او حاجه زي كده. كانت حاجه طبعا، وبناء على كده تقريبا كابتن حسام مشي بعد كامبالا برضه سيدي اللي خسرنا 2-0 هناك، لان طبعا دي كانت حاجه صعبه جدا بالنسبه لنا يعني. لكن مع باتريس كارتيرون ان الدنيا شكلها افضل كتير ان شاء الله. طبعا انت في النهايه هو ده النادي الاهلي، لو هتتكلم على البدايه مش هنتكلم عليها كتير، نتكلم على النهايه هو ده النادي الاهلي بالظبط. فنش اول ان شاء الله، ان شاء الله يكون له دور في قبل النهائي باذن الله كالعاده ان شاء الله ونهائي. لكن هو ده النادي الاهلي، مفيش حل غير كده، مفيش هدف تاني غير كده، والواحد عارف قد ايه بطوله افريقيا دي مهمه جدا في النادي. واكيد طبعا بالنسبه للكابتن محمود الخطيب يعني ورئاسه النادي كلها ده اهم هدف بالنسبه له، لان أكيد. هو ده أكيد. يعني هو ده الاساس بالنسبه للنادي الاهلي. كاس عالم، بتلعب كاس عالم، بتوصل النادي الاهلي اسمه متشاف ومسموع في كل مكان، فده هدف. وان شاء الله الاهلي قادر طبعا باذن الله على انه يبقى متواجد في النهائي وياخد البطوله باذن الله كالعاده ان شاء الله. اكيد انا عايز اقول لك كمان ان الكابتن محمود خطيب تخطى مرحله البطوله الافريقيه كمان يا احمد، يعني في احد اطلالاته في وسائل الاعلام قال ان انا بفكر في كاس العالم للانديه ان انا احقق فيه مركز افضل من البرونزي، يعني ده تخطى كمان البطوله الافريقيه، ودي تخليك كمان انت بيرمي عليك عاتق كبير جدا من المسؤوليه ان انت البطوله الافريقيه بقى احنا ما اتكلمناش فيها اساسا، انت فاهم يعني. انا هقول لك يا احمد ايه، لا مش عارف النقطه دي انا عديها اساسا مش هنتكلم فيها، فدي طبيعي ان هي في جيبي، فدي ادتهم التزام كبير جدا قدام الكابتن محمود الخطيب ان هم البطوله الافريقيه، لان دي مصدر السعاده للجماهير زي ما انت قلت. طبيعي ده حق مشروع، السعادة الأول. ده حق مشروع، لو مش النادي الاهلي اللي فكر كده مين اللي هيفكر كده؟ طبيعي جدا النادي الاهلي يفكر كده، ايه المشكله؟ احنا فرقت معانا في البرونزيه دي ان احنا خسرنا في اخر الماتش، كنا ممكن تلعب نهائي وتاخد البطوله، فده حق مشروع. طب شايف الحاله الدفاعيه في النادي الاهلي ازاي؟ اكيد ما تبسطش، كنت مدافع يعني اكيد ما تبسطش طبعا ان انت يجي فيك ثلاث اهداف على ملعبك في ماتش المفروض ان انت ضامن الصعود تلعب على مركز اول. فانا شايف ان طبعا اكيد محتاجين تظبيط شويه. يمكن انا طبعا لما اتكلمت حتى بتحاور مع الكابتن سامي طبعا وبكلمه دلوقتي للتاني، كان حتى شايف ان هو بيتكلم معايا ان الراجل برده مستر كارتيرون انه بالنسبه له يعني راجل متوازن بين الهجوم والدفاع. يعني انا حتى بكلم في سامي كل كلامه معايا كده بالظبط، فاكيد في اخطاء، في تقصير من خط الدفاع، لكن لو نتكلم تتكلم على الفرقه كلها، ما تتكلمش على خط الدفاع، خط الدفاع مش لوحده ولا الشناوي لوحده، تتكلم على الفرقه ككل. فاكيد ان شاء الله ان كل الاخطاء دي ان شاء الله نتخطاها في الماتشات الجايه، لان اكيد الهدف بيفرق بعد كده. اكيد انت بتلعب في قبل نهائي، ف اكيد طبعا اي هدف هيفرق معاك كتير جدا، سواء تلعب مباراتين بقى خلاص مباراتين خلاص الدنيا تبقى صعبه جدا، الهدف بيفرق كتير جدا. ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي قادر باذن الله، انه مش هنقول يلعب نهائي، لا ان شاء الله انه يبقى بطوله افريقيا ويبقى ان شاء الله متواجد في كاس العالم للانديه اكيد بيزنة. انت قلت حاجه مهمه جدا، يعني لما بنتكلم على الحاله الدفاعيه لازم نشوف الفرقه كلها، لان الكره اول ما بتفقدها انت بتبقى في حاله دفاعيه عموما، حتى من عند الفيرود بتاعك اللي هو وليد ازارو، لكن في اخطاء دفاعيه بحته وفي اخطاء ممكن تدخل فيها الاخطاء الجماعيه. الاخطاء اللي هي دخلت فينا المباراه اللي فاتت هنحملها شويه على الدفاع، لكن انا طالما انت اتكلمت عن الدفاع والشناوي تحديدا، هو يا جماعه مش ده الطبيعي بتاعنا، يعني مش ده الطبيعي بتاعنا طبعا. ان الحاله الدفاعيه بتاعتنا تبقى كده، مش ده الطبيعي بتاع الشناوي اللي كان متالق جدا جدا في كاس العالم، مع انه كان بيلعب تحت ضغوط كبيره جدا جدا، وحضراتكم عارفين يعني ايه الضغوط اللي كان بيلعب عليها الشناوي او بيلعب تحتها الشناوي في كاس العالم، ومازال بيلعب تحت ضغوط، مش ضغوط يعني برضو الناس كلها بتبص للشناوي، مرمى الاهلي، حارس الاهلي، خصوصا احنا دايما بنقارن الحراس من بعد الحضري طبعا. عايزين حضر جديد، شريف اكرامي بقى، الشناوي، لطفي، ايا كان مين هو، لكن مش ده الطبيعي بتاع الشناوي ان هو يجي يصد كوره تاخد ايده تدخل، مش ده الطبيعي خالص. الشناوي وحش، الشناوي في الشوط الاول شايل فرصه، شايل فرصه ثانيه وراها، شايل وشايل وشايل، لكن ده الطبيعي بتاعه؟ لا مش ده الطبيعي بتاعه. ان احنا بقى بعض اللي هم اللي بيحبوا يصطادوا في المايه العكره واللي بيحبوا يتصيدوا الاخطاء، اقول لك بص الشناوي اصل مش عارف ايه، اللي هم بيحبوا المصلحه الشخصيه ايا كانت، يمين بيتكلم للشناوي على الصالح العام، بيتكلم لحد تاني
ايا كان هو مين، مش عايزين نروح في الاتجاه ده خالص يا جماعه، لان مش ده الطبيعي بتاع الشناوي. الشناوي حارس كبير جدا جدا جدا، حارس مبشر جدا جدا، مع شريف اكرامي مع علي لطفي، هم الثلاثه حاجه كلها عندنا واحد. فلازم نقول هل هو ده الطبيعي بتاع الشناوي ولا مش الطبيعي بتاعه؟ هتلاقوا ان ده مش الطبيعي بالمره. لازم ندعم حراسنا ولازم نكون في ظهرهم اكتر من كده بكتير، ولازم نخرس اي السنه بتصطاد في المياه العكره تحديدا. كمان وليد ازارو النجم الاهلاوي المغربي الكبير جدا احرز هدفين، كان ممكن يحرز هدف ثالث ويبقى هاتريك، كان ممكن كمان يحرز سوبر هاتريك. نجم بيتفوق كل يوم على نفسه وبيثبت للجميع ان هو صفقه من العيار الثقيل. تعالوا نشوف وليد ازارو ونرجع لحضراتكم على طول. رغم أن تألق وليد أزارو مهاجم الأهلي في لقاء كامبالا سيتي أسعد جماهير عملاق القارة السمراء ونادي القرن الإفريقي، إلا أنه من ناحية أخرى كان بمثابة وسيلة ضغط كبيرة على المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رينارد، الذي أصبح في موقف لا يحسد عليه، خاصة بعدما نادت الجماهير المغربية بضرورة ضم أزارو لمنتخب الأسود. بدورها لم تقف الصحافة المغربية مكتوفة الأيدي، فأسالت الحبر حول تألق نجمها الشاب مع الأهلي، وانتقدت مدربها رينارد بسبب تجاهله المتواصل لأزارو. بعدما كانت الصحف تتحدث عن لاعبين لا يستحقون الانضمام للمنتخب المغربي، كانت هذه المرة أكثر جرأة عندما ذكرت أكثر من اسم، وأكدت أنهم ليسوا أفضل من أزارو، يجب أن يحصل على فرصته، خاصة وأنه يلعب في أكبر الفرق الإفريقية على الإطلاق، كما أنه ليس فقط هداف الدوري المصري لكنه أيضا هداف البطولة الإفريقية. نبهت الصحف المغربية المدرب رينارد إلى حاجة المنتخب المغربي إلى أصحاب الخبرات في الملاعب الإفريقية، الذي أصبح أزارو واحدا منهم. الطريف أن إحدى الصحف أشارت إلى طريقة احتفال أزارو بهدفي في مرمى كامبالا سيتي عندما وضع أصابعه على عينيه، قالت إنه بهذه الطريقة يكشف الغبار عن العيون، والمقصود بهذه العيون هو رينارد الذي ما زال الغبار على عينيه كثيرا، فيرى اللاعبين المغاربة في كل الدوريات إلا الدوري المصري. فهل يزيل هيرفي رينارد الغبار عن عينيه قريبا ويرى بعين الإنصاف تألق وليد أزارو ويضمه لمنتخب أسود الأطلس؟ الأيام القليلة القادمة ومباريات الأهلي المحلية والإفريقية ستجيب عن هذا السؤال. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كانت نبذه كده، تقرير صغير جدا عن النجم وليد ازارو اللي بيقنع الجميع بامكانياته الهائله جدا، سرعه مع قوه مع رشاقه مع مرونه مع احراز اهداف مع توقع اهداف، اقنع الجميع بقدراته التهديفيه وقدراته العاليه جدا في كل حاجه في الملعب الا هيرفي نيرارد. يعني انا مش عارف بصراحه، في مدربين تحس ان هو مدرب كبير جدا، ورينارد بصراحه مدرب اقنع الجميع كمان بقدراته التدريبيه، لكن وليد ازارو ازاي يبقى عندك لعيب زي كده وما تاخدوش؟ يعني سيبك ان هو احرز اهداف مع النادي الاهلي او ما احرزش اهداف مع النادي الاهلي، هو لعيب كمان اي مدرب يشوفه يبقى حابب ان وليد ازارو لعيب عنده سرعه ما شاء الله، عنده قوه ما شاء الله، رخم غلس بلغه الكوره، عنده بيعرف يتوقع الاهداف، الاهداف السهله اللي بيحطها وليد ازارو اوعى تستهونه بيها خالص. انت اللي انت هيكون عندك حست ان انت بتقف في المكان اللي بيجي لك فيه الكوره عشان تحطها جون، دي مش في اي لعيب زي ما كان بيعملها كده حسام حسن، تحس ان هو بيجيب اهداف كده وبيجيب اهداف صعبه كمان، الجون اللي جاوب بدماغه وهو بيلف في الهواء يعني مش اي حد يجيبه. لكن ان انا كمدرب منتخب يبقى عندي لعيب زي كده ماخدوش، يبقى فيها علامات استفهام كبيره جدا. وزي ما عمل وليد ازارو كده لازم رينارد يشوف بعينيه كويس قوي ان في مهاجم دولي عنده، لكن هو ما استفادش بيه لغايه دلوقتي. ولا ايه رايك يا صديق؟ طبعا صعب جدا، يعني انا بالنسبه لي صعب جدا عدم تواجده في منتخب المغرب، ان هو هو ما شاء الله. انا يمكن والله مش بقول الكلام ده عشان هو دلوقتي ماشي كويس ولا، انا يمكن من خالص من اول حتى يمكن لما الناس ما كانت بتنتقده وانا كنت شايف ان هو مهاجم كويس جدا 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 يعني، فانا شايف انه لازم يكون له دور مع منتخب المغرب. هو ما شاء الله يعني بعيد عن الاهداف ما شاء الله مهم جدا في الملعب.
ما بسرعه مع قوه يعني مع تحركات، يمكن حتى انه بيضيع شويه لكن بيجيب. الفيرود لازم يكون كده بالظبط، يعني الفيرود لازم يكون كده طبعا. تعال نبعد شويه نروح لباتريس كالتيرون، انت شايفه ازاي بعينيك؟ هو لسه احنا لسه انا ما بحبش احكم في الاول بالزبط. لكن تبقى في بدايات كده يا احمد، يعني انا مثلا انا ادي لك خيط للكلام. لما شفنا مثلا كوليبالي كان مدافع جابه لعبه في مركز مهم جدا، مركز حساس جدا، لكن هو الراجل واثق فيه قوي، قلبه جامد قوي ان هو يلعب لعيب في المركز ده، لسه بيعرفه على جميع نادي الاهلي في مباراه كان الاهلي عايز يرجع بيها للبطوله الافريقيه، والراجل لعب وبقى كويس فشايفه ازاي برضه؟ والله فكره حتى ان هو يجيب لعيب محترف او افريقي في المكان ده دي يمكن جديده شويه على النادي الاهلي. صح ولا تمام؟ يعني يمكن دي جديده شويه، دي حقيقة. لكن هو اكيد بيثق فيه، يمكن هو خد معاه بطوله افريقيا فاكيد عارفه كويس، وانا شايف ان هو برضه لعيب كويس جدا يعني. انا شايف ان هو من السيرد باكات او المدافعين كويسه جدا وفارق مع النادي لحد دلوقتي، غير ان هو مدافع كويس بيحرز الاهداف، ودي برضه بتساعد شويه مع سعد طبعا مع نجيب. فانا شايف برضه انه يديله الثقه في وقت وفي ظروف في ماتش صعب جدا زي ده، انك لازم تكسب، ما كانش عندك حل غير المكسب الماتش ده. انت تجيبه يمكن جاي قبل الماتش بفتره بسيطه جدا، فدي ثقه، وانه الثقه دي وان اللعيب يبقى بالشكل ده فاكيد ده برضو ان ده مدرب عينيه كويسه، مش هيعمل كده الا اذا كان مدرب عينيه كويسه جدا. فانا شايف ان هو طبعا زي ما انت قلت في البدايه ما ينفعش نحكم عليه من دلوقتي، لكن انا شايف برضو نتائجه كويسه. يعني لو تتكلم عن النتائج انا شايف النتائج كويسه، اه الاداء محتاجين الاداء يتظبط شويه، لكن النتائج كويسه جدا، وخصوصا انت عارف هو برضو جاي بعد مرحله صعبه قوي. اي حد بيجي النادي الاهلي الامور بتبقى صعبه جدا بالنسبه له في البدايه، خصوصا انه جاي بعد بطولات او جاي على النادي ما فيش حل، هدف واحد غير البطوله، غير البطوله. الجمهور ما بيسيبش، الجمهور ما بيسيبش، لازم المركز الاول على طول بقى حق مشروع. يمكن زي ما قلت لك لما كنا بنتعادل الماتش كنا بنخرج من البيت بالظبط، فده هو ده النادي الاهلي. لكن ان شاء الله يبقى موفق باذن الله، ومعاه جهاز محترم، كابتن يوسف اكيد بيساعد بشكل كويس جدا، عارف الفرقه كويس وعارف اللعيبه كلها، كابتن محمد يوسف مع كابتن سامي، فان شاء الله ان شاء الله يبقى الفتره الجايه الاداء مع النتائج ان شاء الله باذن الله. اكيد ان شاء الله. يعني ارجع لك انت بقى، يعني انت قلت لي خلاص انا بطلت كوره وانا زعلان، انت بطلت كوره وانت عندك 34 سنه لسه صغير جدا على الكلام ده. ما انا شخصيا وتجربه مريت بيها شخصيا انا عن نفسي، ما بامنش بحد يقول لي اصل انت سنك كبير. انا طول ما انا عايز بعمل طالما قادر. فانت خلاص انت اخترت وقررت وقلت لك قرار نهائي، قلت لي قرار نهائي، اتمنى لك كل التوفيق في فتره حياتك اللي جايه ان شاء الله. قلت لي كمان انا بدات اتجه للاداره والاكاديميات وان انا اطلع لعيبه واشوف لعيبه، وبالفعل وديت لعيبه نادي الاسماعيلي. تمام. الاسماعيلي قلت لي فيه اتنين لعيبه مفاجاه للنادي الاهلي طبعا، هيبقوا هديه والانبي كمان. كابتن امام كابتن امام اول ما يشوف لعيبه يقول لك كابتن. كابتن امام كابتن امام حبيبي من الناس المحترمه جدا، مكتشف اللاعبين ده. يمكن انا ابلغه سلامي من هنا، يمكن هو كان يبقى زعلان مني شويه لانه اكتر من مره كان هو تعرف، انت عارف هو طبعا هو يعتبر نادي انبي كابتن امام يعني. هو اكتر من مره في تواجدي وانا في اسيوط كان لمني اكتر من مره وقعدت معاه، لكن طبعا كان بيجي النادي الاهلي فما كنتش بقدر اقاوم يعني. زي ما قلت طالما الكابتن امام قعد يتكلم معاك يا صديق ومانويل جوزيه خدك، اعرف ان انت فعلا حاجه جميله جدا. وبرده والمصادفه برده ان برده وانا في الاسماعيلي برده كلمني الكابتن امام ونفس الكلام برده، واتفقت معاه فبعتذر له لان محدش بيجي محدش يقدر يقول النادي الاهلي لا طبعا. اكيد اكيد، لكن هو الناس اخ كبير بالنسبه لي يعني. اكيد هو امام محمدين انا دايما بتكلم عليه حاجه يا جماعه، فعلا حاجه فعلا يعني هو مش واخد حقه خالص 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 في مصر، لان ده راجل يشوف اللعيب في ثانيه كده يقول لك ده يبقى لعيب كبير جدا او لعيب عادي او لا يبعده عن الكوره. فحاجه اتمنى ان هو ياخد حقه اكبر من كده بكتير. وطبعا في نادي انبي، ونادي انبي نادي كبير جدا، لكن هو كابتن امام اعتقد ان مكانته اكبر من كده بكتير قوي كمان. ما فكرتش ليه في الاتجاه الاعلامي ان انت تبقى محلل كوره؟ انت بتتكلم في الكوره كويس قوي، لعبت عندك خبرات، ان شاء الله تيجي. دي خطوه طبعا موجوده بالنسبه لي في حساباتي طبعا، دي خطوه، بس انا ما بحب اعمل كل حاجه وانا دارسها كويس، لكن دي خطوه موجوده بالنسبه لي بفكر فيها بشكل كويس. يمكن في اكتر من حد كلمني برده لكن الظروف ما كانتش بتبقى سامحه، لكن ان شاء الله الفتره الجايه هركز في كده. لكن انا برده ان شاء الله مسافر قريب جدا باذن الله برده الامارات، ان شاء الله برده في حاجه كويسه باذن الله. ان شاء الله برده الفرع بتاع النادي الاهلي في الامارات ان شاء الله مسافر كده بقى لي ادور برده فيه، ودي برده انا شايف انها اي حاجه مع النادي الاهلي فهي خطوه كويسه. اكيد اي حاجه فيها اسم النادي الاهلي فدي بدايه كويسه، بدايه كويسه بالنسبه لي. احنا كلنا بنفتخر ان احنا مشينا جنب سور النادي الاهلي يعني. طبعا، لكن الحمد لله احنا مش ناس بس، احنا مشينا ولعبنا ولينا دور الحمد لله تاريخ، وده يعني واحد دي يعني لو في حاجه كويسه في حياته كلها يبقى في النهايه انه لعب في النادي الاهلي وكان له دور في اي بطوله. أكيد. في النادي الاهلي اكيد.
لو عايز تشكر حد كان ليه دور مؤثر جدا في حياتك في كتير والله. ربنا طبعا سبحانه وتعالى في كتير جدا يعني طبعا مش عايز انسى حد لكن في كتير يعني لكن يعني انا حتى في بداياتي في الكوره بالذات انا يمكن قلت الكابتن عصام خير الله وده بصراحه لانه ليه فضل كبير جدا بشكر الكابتن جمال خفاجي انا بحاول اتكلم في البدايه لان انت بعد كده اكيد في مراحل ثانيه لكن طبعًا دي الاساسيه طبعًا يمكن بشكر الكابتن جمال خفاجي جدا ده برده كمدرب نادي محافظه الفيوم ده اللي اداني الثقه يمكن كان بيلعبني درجه اولى وانا 16 سنه او 17 سنه بشكره جدا بشكر الكابتن محمد عبد العظيم حاول اشكر الكابتن احمد عبد الله كل الناس اللي ساعدتك وانت صغير لان هي البدايه اهم شيء يعني البدايه وانت صغير دي بتبقى اهم شيء اكيد طبعا الواحد الحمد لله عدى على مدربين كبار جدا كابتن فتحي مبروك كان ليه دور كبير معايا في الناشئين كابتن ضياء السيد فالحمد لله كابتن علاء ميهوب من الشخصيات اللي بحبها جدا يعني انت يمكن برضه اتعاملت معاه وعاشرته في النادي انا من الناس اللي بحبها جدا وزعلان منه عشان بكلمه كتير ما بيردش عليا هو انا زعلان مننا اساسا انا لا انا زعلان منه ما بيردش عليا وبشكر كابتن سيد حفيظ هو تنك اصلا يعني لا 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 دارش من كده مش هيسيبني بعد البرنامج بشكر طبعا الكابتن سيد حفيظ جدا انا على المستوى الشخصي بحبه جدا اكيد سيد يمكن انا حتى كان مثلي الاعلى هو وانا بلعب في مكاني كان مثلي الاعلى بالنسبه لي يمكن حتى يمكن هو برضه انا فاكر انه حتى ماتش اعتزاله ادانا انا التيشيرت بتاعه وده برضه كان شرف كبير جدا بالنسبه لي ويعني هو بيساعدني في كل حاجه حتى دلوقتي يمكن هو برضه من الاشخاص اللي بتساعدني في الفتره الحاليه يعني حد جميل جدا بكلمه كل احترام وتقدير يعني كابتن سيد نورتني وشرفتني يعني وبشكرك انت كمان طبعا وان شاء الله يعني انت تكرر التواجد في بيتك قناه النادي الاهلي وان شاء الله نعمل حلقه اكبر من كده يكون عندنا متسع من الوقت طبعا نورت وشرفت واكيد كل جماهير النادي الاهلي مبسوطه ان هي شافت النجم المحبوب احمد صديق النجم المؤدب المهذب اللي عمره ما عمل مشكله في حياته الحمد لله يمكن انا بشكرك وبشكر جمهور النادي الاهلي لان انا من اكتر الحاجات اللي تسعدني وانا ماشي في الشارع حتى لحد دلوقتي يمكن انا في ناس كتيره جدا ممكن تكون لعبت اكتر مني في النادي لكن انا اللي بشوفه من الناس او من الجمهور في الشارع الحمد لله ده يعني بتبقى من اكتر الحاجات اللي بتسعدني لحد دلوقتي بشوف ناس كتير جدا بفضل الله يعني كلمني كويس جدا وتقابلني استقبال اكتر مما انا اتصور يعني فبشكرهم وبشكر النادي الاهلي وده هو ده جمهور النادي الاهلي اكيد الاهلاويه دايما مع الشخصيات المحترمه الله يخليك شكرا حبيبي احمد شكرا جدا شكرا حبيبي شكرا دي كانت اولى فقراتنا مع النجم المحترم الكابتن احمد صديق نجم الاهلي ومنتخب مصر نطلع فاصل عشان تستقبله مع حضراتكم هيكون الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي مع النجم محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي استنوهم بعد الفاصل شرفتوني ونورتوني وشكرا جدا لحضراتكم مساء الخير تحية متجددة لحضراتكم بنسعد بلقائكم دايما في هذا البرنامج اللي بنطل من خلاله على شاشة قناة النادي الأهلي الأهلي الليلة وفقرتنا المعتادة لائحة النظام الأساسي والحديث حول دستور الأهلي كان عندنا لقاء امبارح مع السيد الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس الإدارة اللي وضح لنا كتير من الأمور المتعلقة بطريقة إعداد اللائحة بكتير من المقترحات اللي أخذت اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي بيها وعرضتها على مجلس الإدارة اللي قام بدوره بتعديلها استجابة ونزولا على رغبة الأعضاء مجلس إدارة النادي بقيادة الكابتن محمود الخطيب في غاية السعادة الحقيقة بحالة الحوار المجتمعي بحالة الاشتباك بحالة الاستماع لأنه في النهاية الجميع يبتغي مصلحة النادي الأهلي وإعداد لائحة تليق باسم النادي النهاردة عندنا حديث من زاوية أخرى ومن جانب آخر أيضا مع أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اللي بيمثلوا جيل الشباب وبيمثلوا الحقيقة مستقبل واعد للنادي الأهلي وهو السيد الأستاذ محمد الجرحي الذي أرحب به بداية رحب بحضرتك أستاذ محمد أهلا وسهلا شريف سعيد أن موجود في قناة النادي الأهلي وسعيد أن أنا في استضافة صديقي العزيز أستاذ شريف فؤاد أتمنى أن احنا النهاردة نقدر نوضح تفاصيل أكثر عن اللائحة وكمان تباين الآراء اللي شفناها في الفترة اللي فاتت ما بين أعضاء الجمعية العمومية حول بعض مواد ويعني نصوص اللائحة إن شاء الله نوضحها النهاردة سعداء بحالة الحوار اللي دايرة مع السادة أعضاء الجمعية العمومية أستاذ محمد طبعا احنا في الأخير يعني احنا عرضنا اللائحة قبلها بشهر عشان نستقبل آراء كتيرة نستقبل ملاحظات ويمكن احنا في اللجنة المركزية جالنا ملاحظات كتيرة مئات الملاحظات
حصل فلتره ليها، وقعدنا وتناقشنا في بعض الملاحظات. يمكن اللجنه اتحركت كمان ان احنا عدلنا 6 ملاحظات وبعتناها من اللجنه المركزيه لمجلس الاداره، ومجلس الاداره اقر تعديلات 6 ملاحظات. ولسه لا يعني لسه في ملاحظات بتدرس في الوقت الحالي، وعندنا اجتماع يوم السبت ان شاء الله، ويبقى في توصيات لمجلس الاداره يوم الاثنين. مجلس الاداره في حاله انعقاد على طول مستمر، كل يعني هي جلسه مفتوحه لحد تعديل كل الملاحظات اللي بتجي لنا من مقترحات اعضاء الجمعيه العموميه. ودي ظاهره صحيه الحقيقه، انه اللائحه تدرس، تستقبل اقتراحات الاعضاء، يكون في ورش عمل، في ندوات، العرض على مجلس الاداره اللي بياخذ على طول براي الاغلبيه. ده شيء بيؤكد كمان فكره المصداقيه والشفافيه. يعني انا بعتقد انه دول مبدئين مهمين قوي، فكره المصداقيه والشفافيه، لانه الجميع بيسعى لمصلحه النادي الاهلي. اسمح احنا حابين اعضاء الجمعيه العموميه يشاركونا. يمكن لما نزل كان في حاله من الجدال، مش هقول اختلاف، هي تباين في الاراء. يمكن النص الواحد ممكن انا اشوفه من وجهه نظري بشكل معين، وليا حيثيه في رايي، وحضرتك تشوفه من وجهه نظر اخرى. صحيح. لكن احنا بنقعد في ورش وبنقعد مع الاعضاء كتير. يمكن انا امبارح ترقصت ورشتين، كانت ورشه مع زملائي في اللجنه الماليه في النادي ولجنه العضويه، وكان في ملاحظات. يمكن اللجنه الماليه كان عندها 7 ملاحظات، فضلنا نتناقش لحد ما توصلنا ان احنا اتفقنا ان في 4 مواد هرفعهم بتوصيه من الورشه للجنه المركزيه، ونفس القصه في لجنه العضويه كان في بعض الملاحظات بنقعد نتناقش فيها، واللي بنتفق عليه هرفعه للجنه المركزيه عشان ندرسه بشكل مستفيض. يعني المتخصصين بيقعدوا مع بعض في جلسات عصف ذهني زي ما بنقول طبعاً. بيتناقشوا، بيراجعوا المواد، بيقيسوها على القانون، ثم بيكون في رؤيه في النهايه بتعرض على لجنه اعداد اللائحه بقياده المستشار محمود فهمي، ثم اللجنه المركزيه لاعداد اللائحه او للتنسيق والتنظيم اللي بتجتمع من ان لاخر برئاسه الكابتن محمود خطيب، ثم مجلس الاداره. احنا امبارح في اللجنه الماليه اتكلمنا على الحاجات ورجعناها. يعني هي اللائحه الماليه لوزاره الشباب والرياضه هي ملزمه، فكان في بعض النصوص ما فيش تطابق بينها، فلازم تردها للائحه الماليه لان هي ملزمه. فدي في مواد كتيره اتفقنا عليها. المالي دايما بتاع الجهه الاداريه، وفي جدال، يعني في جدال بنقعد نتناقش فيه. يعني نقطة هل تعيين مراقب حسابات ولا يبقى منتخب، ده في ناس ليها حيثيات في ان هو لا يبقى منتخب واعضاء الجمعيه العموميه ينتخبوه، وفي ناس تقول لك لا، اللي هيتحاسب في الاخر مجلس الاداره، فهو يختار حد خصوصا ان هو هيبقى بمقابل مادي. فانت النهارده لا، هات حد اسم كويس يقدر، وخصوصا ميزانيه النادي الاهلي بقت ضخمه. هايل. طيب يعني فاتني في البدايه اسالك عن فكرة فلسفة اللائحة، يعني المنتج اللي هو المشروع اللي هو، لأن هو لسه مشروع، مجرد مسودة، مشروع لسه مسودة، عملتوه إزاي؟ يعني حضرتك كنت عضو كمان في لجنة الإعداد لو سمحت. فكرتوا إزاي لما قعدتوا مع بعض في جلسة، يعني جلسة تمهيدية كده، فكرتوا تعملوا إيه، وإيه الخطوط العريضة اللي حطيتوها ومشيتوا عليها وصولا إلى هذه المسودة اللي خرجت؟ خليني أقول لحضرتك، إحنا الأول كان في قبل الانتخابات كان في وعد للسادة أعضاء الجمعية العمومية إن في خلال سنة مجلس الإدارة هيشكل لجنة لإعداد لائحة نظام أساسي للنادي، فكان من خلالها تشكيل مجلس الإدارة اللجنة برئاسة المستشار محمود فهمي، وطبعا النائب معالي الوزير العامري، وفي 3 من اعضاء مجلس اداره زملائي الاستاذ ابراهيم كفراوي واستاذ طارق انديل، وانا بتشرف ان انا اكون عضو في اللجنه. معانا طبعا العميد محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي، والمستشار سعد شلبي، والمستشار حلمي عبد الرازق، واستاذ محمد فتحي اللي هو رئيس لجنه الشؤون القانونيه، وحازم هلال وحازم انضموا الينا في اللجنه المركزيه. انا بتكلم على لجنه الاعداد، الاوليه. بعد كده انضم حضرتك استاذ لاميا واستاذ جمال جبر واستاذ حازم للجنه المركزيه، وترأسها كابتن محمود الخطيب. طيب. اللجنة قعدت طبعا بصينا على اللائحة الاسترشادية، اللائحة اللي أعدها المهندس محمود طاهر، اللائحة اللي كان عملها الكابتن حسن حمدي، وبدأنا نبص على اللوائح الدنيا بره، وخصوصا ان احنا بنتكلم على قانون رياضة جديد، بنتكلم على استثمار رياضي، بنتكلم على افكار جديدة، بنتكلم على طموحات لأعضاء الجمعية العمومية. وحتى هتلاقي اللائحة فيها أفكار متعلقة برابط مشجعين صحيح. تحت إشراف النادي، لجنة الاستثمار، يمكن برضو احنا محتاجين
محتاجين نتكلم. لا ده انا هعدي سؤال تفصيلي في لجنه الاستثمار. ففي افكار هتلاقي في افكار كتيره في اللائحه، فروع في افريقيا وتوسع في فروع في افريقيا للنادي وفروع عربيه. فيعني يعني لائحه يعني احنا بنتمنى ان اللائحه في شكلها الاخير بعد ملاحظات الساده اعضاء الجمعيه العموميه والمتخصصين والورش اللي بنعملها مع الماليين ولجنه العضويه والاقتصاديين وشخصيات عامه، يمكن الورش مستمره لحد يوم 9/9 اللي هو هنقفل بيه يومها اخر تلقي للمقترحات والتعديل، وبعد كده هنبدا نصيغ الصياغه النهائيه. يمكن احنا عرضنا اللائحه قبل الصياغه وقبل حتى المراجعات اللغويه واي شيء قبل، يعني ممكن تلاقي كان ايه الهدف من سرعه العرض يا اسامه؟ احنا كنا حابين ان احنا نعرضها وناخد اطول وقت ممكن، لان كان كابتن الخطيب عنده وجهه نظر ان هو حابب ان اول جمعيه عموميه اللي هي بتاعه الميزانيه اللي هي في 31 اكتوبر جمعيه عموميه عاديه لاعتماد الميزانيه تكون على لائحه النادي، لان النادي الاهلي لا يليق بيه بحجمه، والنادي الاهلي طول عمره رائد في 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 مجاله وفي تخصصه، ما ينفعش ان هو يمشي طبقا للائحه الاسترشاديه. طيب حضرتك ذكرت شيء مهم، الاستثمار والاقتصاد وورش العمل، وانت يا راجل يعني بالاضافه لانك رجل اعمال ناجح فمهتم بالاستثمار وبتمثل هذا الجانب ربما في مجلس الاداره، الرياضه اصبحت صناعه واستثمار خاصه كره القدم. حجم الاستثمار ايه او مكانه الاستثمار ايه في دستور الاهلي الجديد، في لائحه النظام الاساسي الجديد للنادي الاهلي؟ خليني اقول لحضرتك الاول المواد، يمكن اللائحه لازم تبقى يعني انت بتاخد اللائحه بتاعتك من قانون الرياضه. قانون الرياضه الجديد في مواد طبعا في يعني افضل من زمان، لان زمان كان في معوقات كتير للاستثمار، بس برضو المواد فيها لينا عليها ملاحظات. ويعني احنا يمكن كنت في قعدتي مع الوزير الشباب اشرف صبحي يعني طلبت منه ان يعني لجنه يعني قانون الرياضه محتاج تعديلات، وهو عنده نيه للتعديلات، لان هو برضو عنده ملاحظات كتير على قانون الرياضه. لجنه الاستثمار، خليني اقول المشكله الاول في لجنه الاستثمار وهي تاسيس الفروع. الفروع بتؤسس كجمعيه عموميه، فالفرع عشان يؤسس كجمعيه عموميه طبقا للقانون ما ينفعش يبقى ممثل في مجلس الاداره دوت اي حد من مجلس الاداره الحالي الا بعد خروجه من مجلس الاداره بسنتين، فديت هتبقى مشكله في تاسيس الفروع النادي. ارجع بقى لنقطه الشركات، ودي الاهم اللي هي شغل الناس. النقطه دي انا مش فاهمها، معلش يعني لو احنا هننشئ النقطه دي محتاجه قعده لوحدها. النقطه دي احنا جادلنا في لو هننشئ فروع جديده وحضرتك عضو مجلس اداره النادي دلوقتي، مش حضرتك بتمثل النادي كله كعضو جمعيه عموميه اصيل؟ لا لان عضو الفرع ما هوش عضو جمعيه عموميه. لو هيتم انشاء الفرع كشركه مساهمه بمجلس اداره مختلف تماما. بمجلس اداره مختلف تمام. الشركه مش الفرع. الفرع تحت اداره مجلس اداره رئيس واعضاء مختلفين. لكن الشركات خلينيها ليها ظروف ثانيه. ليها ظروف ثانيه. انا بعتقد لسه في لجنه شغاله على القصه دي بقياده الدكتور فاروق العوده. في جالنا كذا ملاحظه. ناس قال لك اقسم الكوره والتسويق خليهم هم بس اللي النادي الاهلي يكون فيه حصه حاكمه، لان دولت هم اللي عليهم القلق. صحيح. وافصل بقيه الانشطه، يعني النادي الاهلي يخش مثلا الاهلي للسياحه، الاهلي فروع في المحافظات، الاهلي للتسويق عقاري، الاهلي اوراق ماليه. مش ضروره تكون نسبه حاكمه. مش شرط تبقى نسبه حاكمه، لان دي مش مقلقه. انت النهارده داخل استثمار بتشارك. لكن المقلق ان حد يخش يتحكم في النادي الاهلي هي الكوره والتسويق. والنسبة الحاكمة دي قد ايه يا استاذ محمد بخبرة حضرتك في القانون؟ النسبة الحاكمة 50+1، يعني في ناس بتقول لك لا اطلع للثلثين عشان يبقى ليك قرار اللي هو 66.7، وفي ناس تقول لك 75%، بس هي كافية جدا 50+1. 50+1 وده يشجع المستثمرين ان هم يجوا يشتغلوا ويستثمروا في فلوسهم ويحفظوا الحق. وفي ناس قال لك لا حط اسهم ممتازة، اسهم ممتازة لو حطيت 25% اسهم ممتازة بتدي 3 أضعاف قيمتها التصويتية، ان انت تقدر تصوت ب 75% وبيبقى ليها أولوية في حقوقها. وده ده موجود في قانون الرياضة ولا قانون الاستثمار؟ انتوا هنا اللائحة ستطابق أي القانونين؟ لا انت بتتكلم كده على قانون الرياضة. قانون الاستثمار ده كان كابتن حسن حمدي، يمكن كانت حركة ذكية من مجلس كابتن حسن حمدي، ان هو لما كان في معوقات في قانون الرياضة أسس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي اللي احنا منها القناة بقانون الاستثمار، وده كان مخرجه من هو يخرج بره قانون الرياضة.
وكمان لا ينشا قنوات فضائيه في مصر الا من خلال المنطقه الاستثماريه والشركات الاستثماريه، وفي منطقه استثماريه في مدينه الانتاج الاعلامي مهتمه بهذا الامر. يعني الان ما زالت المواد الخاصه بالاستثمار وبانشاء الشركات محل نقاش في لجنه من الاقتصاديين الكبار بيتولاها الدكتور فاروق العوده، ثم سيعرض مقترحاته على اللجنه او على مجلس الاداره، ومجلس الاداره في ورشه الاسبوع اللي جاي هيعلن فيها رايه في النقطه ديت دكتور فاروق العوده. بس انا بقول لك الاراء اللي جايه لنا كتير، ملاحظات كتير، بس تخوفات الغالبيه العظمى هي على شركه الكره. هي ليه التخوفات؟ انه فكره انه يبقى في يعني حكم او اداره من خارج مجلس اداره النادي الاهلي سيطره على الكره بعيد عن مجلس اداره النادي الاهلي. ولكن نقدر نفهم ان دي رساله تطمينات من حضرتك ومن المجلس انه الحصه الحاكمه ستكون لمجلس الاداره. طبعا. هي قد ايه بقى ده للنقاش؟ عفوا للجمعيه العموميه للنادي الاهلي، عفوا للجمعيه العموميه للنادي الاهلي، لعائله النادي الاهلي، لاسره النادي الاهلي. فكره الورش حضرتك ذكرتها كده مرورا سريعا، هو الورش بتكون مع ابناء النادي يعني العاملين والموظفين، ولا مع الاعضاء، ولا مع بعض الرموز والاعلاميين، وايه الهدف منها؟ مع الجميع يعني. امبارح كانت زملائنا في اداره الماليه عندهم ملاحظات، لان هم اللي بيطبقوا اللائحه الماليه جوه النادي، وبعد كده مع زملائنا من لجنه العضويه والاشتراكات، لان هم اكتر ناس بتحتك بكل الاعضاء اللي جايين يعملوا عضويات او بيفصلوا او الكلام ده كله. والاسبوع اللي جاي هيبقى في لجنه فنيه مثلا وثقافيه، هيبقى فيها حضرتك عارف رموز اعلاميه كمان، منها الاستاذ نبيل الحلفاوي ثقافيه، ودكتور محمد العدل، دكتور محمد العدل اهلاويه كبار دول، وفي اقامات اقتصاديه برضو برئاسه دكتور فاروق عوده، هيبقى في ورشه معاهم، في ورشه للشخصيات العامه، في ورشه لقدامى الرياضيين، وفي ورشه هتبقى احنا بعتناها لكل اعضاء مجلس الاداره يعني المتواجدين في الوقت الحالي. احنا حصرناهم هم 50 طبعا، مهندس محمود طاهر، كابتن حسن حمدي، رئيس واعضاء. بعتنا لهم نسخه من الدستور وطلبنا منهم ان هم يقولوا لنا ملاحظاتهم، واحنا عندنا استعداد ان احنا نروح لهم اماكنهم ناخد او هتبعتوا لهم يعني هي اتخذ بيها قرار، هنبعت لهم مسوده من ممكن نشوف المنتج اللي في ايد حضرتك الورشه كده نوريها للناس. يعني دي حاجات لو زملائنا مشكورين يعني، بس هذا الكتيب اللي بيحتوي اللائحه ممكن يعني يطلع معانا، يكون شاكر للبرجاوي وللزملاء اللي فيه الاستاذ محمد. بس احنا بنتكلم ان ده مشروع اللائحه. اللائحه في شكل اللائحه في شكلها النهائي ان شاء الله بعد الانتهاء من الملاحظات يوم 9. المسوده دي متاحه لاعضاء النادي للاهلي استاذ محمد؟ كل اعضاء النادي متاحه ليهم، تم طباعه 20,000 نسخه ومتاحه بشكل الكتروني، بنبعتها للناس، موجوده في يعني. تستقبلوا المقترحات ازاي لحد عنده مقترح؟ في موقع شارك بيتبعت عليه ايميلات، في اداره النادي، في بوسس جوه كل الفروع، الناس بتروح تسلمها ملاحظات وبتوزع يعني بتوزع عليهم ديت، واحنا يمكن عاملين في اخر الكتيب ده هتلاقي فيه صفحات فاضيه عشان لو عاوز يعدل عشان لو حد عايز يكتب ويرجع لنا النسخه ديت فيها المواد اللي هو عدلها. سايبين خمس يعني دي مسوده للائحه، دي مش لائحه نهائيه. ودي طبعا. سبب اللغط اللي حصل في الاول، الناس افتكروا ان دي لائحه نهائيه. لا بالعكس، بعتقد النادي الاهلي هو اول نادي في مصر يطرح مسوده او مشروع لائحه النظام الاساسي للنقاش لمده شهر بهذا الشكل، ويستقبل مقترحات ويعدل على المسوده. يستجيب للتعديلات، كان دايما انت بتخلص اللائحه، وبعد ما تخلص اللائحه بتبدا تقنع اعضاء جمعيه بيها. احنا مشينا بشكل مختلف، احنا قلنا كل الناس اجتهدنا وعملنا مشروع. كل الناس تعالوا شاركونا في اللائحه. كل اجتهاد شخصي. ده نص كلنا بنسعى لافضل نص، كلنا بنجتهد، احنا نفسنا النادي الاهلي يبقى ده احسن حاجه. احسن حاجه حضرتك تشارك فيه وانا اشارك فيه وكل الناس، عائله النادي الاهلي، من عمال، من جماهير، من اعضاء جمعيه عموميه، من مختصين في كل التخصصات. طيب فكره ورش العمل حضرتك وضحتها لنا. طيب دلوقتي في لجنتين بيشتغلوا، يعني اللجنه المركزيه لاعداد لائحه النظام الاساسي والاعداد ليوم الانتخابات بالتوازي مع لجنه الاعداد اللي حضرتك عضو فيها برضه برئاسه المستشار محمود فهمي،
ولا هي لجنة واحدة الآن أصبحت لجنة واحدة؟ يعني حضرتك تشرح لنا وإيه الدور المنوط به اللجنة المركزية؟ لجنة اللائحة دي اللي احنا فيها دي اللي بتعدل كويس دلوقتي، بتستقبل الملاحظات وتعدل. في اللجنة المركزية ديت اللي هي مسؤولة عن ترتيبات يوم الانتخابات. احنا مهتمين جدا او يوم التصويت على مش يوم الجمعية العمومية. انا متأسف معلش، يوم الجمعية العمومية. احنا مهتمين جدا ان يبقى في تيسير جدا للدخول والخروج لاعضاء الجمعيه العموميه، لان ديت احنا شفناها في الانتخابات اللي فاتت كانت صعبه جدا عشان العدد كان كبير، العدد كان ضخم جدا والجزيرة. فاحنا يعني كابتن الخطيب توجيهاته للعميد محمد مرجان يقول له انا عايز الناس تدخل وتخرج في اقل من 10 دقائق ويبقوا مرتاحين ويبقوا مرتاحين في النادي. الناس كلها داخله بتشارك في لائحتها، يعني يبقى يوم مبهج، ما يبقاش ناس خارجه زعلانه او متضايقه او مرهقه من اليوم. يعني اعتقد في تفاصيل كتير في اليوم ده وترتيباته طبعًا. يعني هنتكلم فيها مع المدير التنفيذي للنادي الاهلي كابتن محمد مرجان يوم هو الاسبوع القادم. بازل مجهود ان هو يخرج اليوم بالشكل اللي هو يرضي اعضاء الجمعيه. بس يمكن مبدئيا كده استاذ محمد، احنا عرفنا ان هم هيستاجروا ساحه انتظار دار الاوبرا المصريه، جراج التحرير وعمر مكرم، هيبقى في تسهيلات دخول وخروج من اكتر من مكان. يعني عندهم افكار كتير الحقيقه، وتوسيع الدخول وتوسيع الخروج علشان خاطر ما تبقاش 5 متر اللي هي زي الانتخابات اللي فاتت، تبقى في تضييق في الدخول. طيب اللجنه حتى اللحظه والى يوم 9/9 ستبقى تستقبل كل المقترحات وستناقش الاعضاء والمهتمين بدستور الاهلي بلائحه النظام الاساسي وايضا تعدل. يعني ما زالت هناك فرصة طبعا لتعديلات، لإدخال تعديلات كثيرة على اللائحة إن صح التعبير. طبعا زي إيه؟ يعني أنا عندي البعض ما زال فكرة تشكيل المجلس عاملة حالة كده من النقاش، مش عايز أقول الجدل، لكن في نقاش كده، خصوصا فكرة تعيين 2، طب تحت السن 30 ولا 35 هو الدستور بيقول إيه؟ هل المادة دي من المواد اللي ممكن تشهد؟ من المواد اللي بتدرس، مادة قريبة جدا من التعديل. جالنا ملاحظات عليها، ملاحظات إن أنت لا ما تخليش في تعيين أصلا، وكله يجي بإرادة الجمعية العمومية. الناس تقول لك لا، ما أنت خليت 30 ليه؟ سن الشباب في الدستور المصري 35، أنت ليه تنزل ل 30؟ إدي مساحة لحد ال 35. ما فيش حاجة اسمها كوتا وتحط كوتا، لا، هو كله يخش وينافس. فجالنا ملاحظات كتير، كل الملاحظات بيتم دراستها، وهي مادة أقرب للتعديل. يعني يمكن احنا عندنا اجتماع يوم السبت، وهي مادة من المواد اللي المواد اللي ممكن تعدل. وفي مواد كتير، يعني يمكن الست مواد، يعني هقول لحضرتك مثلا الست مواد اللي تعدلوا. يمكن في كذا سيدة من أعضاء الجمعية العمومية كلموني في التليفون وقالوا لي انتوا هتلغوا ألعاب، انتوا هتلغوا ألعاب المية، هتلغوا البال المية، هتلغوا ألعاب المية. قلنا لها لا، والوتر بول والغطس والكلام ده كله. قلنا لا، في كلام حصل غلط في الصياغه. ان تم استبدال العاب الماء بالسباحه، عملت لغط جامد جدا. بس دي حال، يعني حاله الحراك، وحاله ان احنا حصل ان احنا اقرينا ان التعديل في 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 الكلمه ديت من السباحه لالعاب ماء عشان تشمل كل العاب الماء. مفيش اي نيه لالغاء اي لعبه علشان خاطر لا، الاهلي كمان متفوق في كل العاب الماء، يعني بالذات الغطس والبليل المائي والووتر بول وغيره، في تفوق يعني كاسح في كل العاب الماء. طيب على ذكر المراه، مفيش تمييز شويه للمراه في فكره انه طالما هنعدل بقى الماده الخاصه بتشكيل المجلس انه ينص على حد ادنى من وجود السيدات سيده او اثنين او كده، ولا ده مخالف للقانون او الدستور؟ لا، هو مش حكايه مخالف للقانون، هو كان الهدف ان كابتن الخطيب كان عايز يعين 2 او مش كابتن الخطيب، المجلس القادم اللي هيجي يعين 2، ان هو تكون واحده منهم سيده، لان يبقى في كوتا للمراه. في اراء كده، يعني في كل ماده هتلاقي في اكتر من تاجه، كل واحد عنده حيثيه في كلامه، يعني تسمع لده عنده في مبرراته، وكل بيقول لك كلام مقنع، فانت بتسمع لكل الاراء. وفي الاخر خالص انت بتبقى عايز ينزل توصل لافضل حاجه، افضل حاجه، يعني وتنزل على راي الاغلبيه. يعني لجنه الاعداد يعني فكرها
في 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 فيما يتعلق بانه المجلس القادم ممكن يعين فيه اثنين تكون على الاقل منهم سيدة. لضمان وجود سيده بالتعيين بالاضافه لاخرى بالانتخاب. يعني هذا في موقف نبيل في حسن نيه طبعًا. مش المقصود به مصادره حق الجمعيه العموميه في خالص. الانتخاب يعني في ناس قال لك ما ينفعش اصلا تعين حد كان معروف يعني اتعرض على الجمعيه العموميه والجمعيه رفضته يعني واحد اترشح وسقط. لا بالتاكيد ما ينفعش تجيبه وتعينه. فاحنا بنستقبل كل الملاحظات وفي الاخر خالص كل الناس بتشارك ودي يعني حاله كويسه. اي حد بيبعت قرار وبعد كده لما بيلاقي ان النقطه بتاعته اتعدلت بيحس ان هو ساهم ولو بجزء بسيط في اللائحه. يعني اللائحه 129 ماده يمكن الملاحظات كلها بتدور حول 12 13 ماده دولت كل الملاحظات بتدور حواليهم. فانت بتتكلم في حوالي 10% بس ان اللائحه اللي عليهم ملاحظات الباقي كلها يعني بعيد عن اخطاء الصياغه لكن هم 10% بس اللي بتدور حواليهم الملاحظات. فدي يعني وفي النهايه يعني سيتم الوصول من خلال هذا الحوار الرائع اللي بيدور الى توافق او شبه توافق حول هذه المواد. احنا نتمنى ان في الاخر اللائحه اللي تطلع تكون بتمثل اغلبيه اعضاء الجمعيه العموميه. انت صعب ارضاء الجميع في الاخر خالص. احنا قاعدين كل واحد فريق باسم النادي الاهلي يعني احنا عايزين حاجه تليق باسم النادي الاهلي شارك فيها الجميع جميع وتعلي يعني احنا عايزين مشاركه الجمعيه العموميه فيها. الجمعيه العموميه فيها يبقى هي الاساس. يعني في ماده ديت حصل جدل كده ان مجلس اداره يملك ان هو يعدل في اللائحه بثلثي اي تعديل في اللائحه للجمعيه العموميه دي من المواد اللي هتتعدل للجمعيه العموميه. برضو ماده زي ماده العضويه ماده تفويض رئيس مجلس الاداره من مجلس الاداره من المواد اللي برضو هيحصل فيها تعديل. كلام اللافت انه رئيس مجلس الاداره اللجنه اللي اعدت اللائحه قدمت مقترح يتعلق بفكره انه بعد 8 سنوات يعني دورتين ما يحقش ليه. وكابتن الخطيب قانع وراضي ويعني يعني البعض مندهش من الفكره دي. يعني 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 هل ستبقوا عليها ولا ممكن تمتد الى بعض المناصب الاخرى مش بس رئيس النادي ولا سيتم الغائها يا استاذ محمد ولا يعني برضه دي في البعض شايف ان هي مصادره لحق الجمعيه العموميه. يعني انت من حقك انك تتقدم للترشح والجمعيه تختار يعني تديك كمان دوره ثالثه او ما تديكش. هذا راي الجمعيه العموميه يعني. برضو الاراء اللي جات لنا ملاحظات كتيره جات لنا على كل نقطه جالنا عليها اكتر من ملاحظه. يمكن الملاحظات جت طب انت ليه حطيتها على الرئيس بس ليه ما حطيتهاش على بقيه الاعضاء والمناصب؟ طب ليه ما ترفعها وتسيب حريه لاعضاء الجمعيه العموميه؟ ناس قال لك لا طب انت ما تغير الرئيس فانت كده بتضخ يعني تضخ دماء جديده وافكار جديده. احنا بندرس كل الافكار اللي بتقدم لنا كلها وجهات نظر وفي الاخر بيقول لك الجمعيه العموميه لا انت سيب لي حريه الاختيار. انا عايز امشي فلان امشي فلان بالصندوق. عادوا 4 سنين عادوا 8 سنين عادوا 12 سنه ده راي الجمعيه العموميه وفي الاخر الصندوق هو اللي بيحكم. يعني ما انت في اللي هيجي بالصندوق. فهي اراء كلها تحترم وكلها بتدرس. وبعد كل يعني بعد اجتماع يوم السبت في مجلس اداره يوم الاثنين للتصديق على التعديلات اللي هتتم يوم السبت. ده معنى كده ان في تعديلات فعلا يعني في الافق تلوح. اخيرا عايز تقول ايه للساده اعضاء الجمعيه العموميه؟ يعني انا بتمنى من اعضاء الجمعيه العموميه الساده اعضاء الجمعيه العموميه ان هم يشاركوا الاول. يشاركوا معانا مشاركه ايجابيه في الحوار يبعتوا لنا ملاحظات يقروا اللائحه لان في الاخر خالص ده بيتنا كلنا. احنا حابين كلنا نشارك وبعد في الاخر ما نوصل للمنتج اللي نتوافق عليه او يبقى مرضي بالنسبه لنا جميعا ان شاء الله ننزل يوم الانتخابات بشكل يليق باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره ليه الرياده. النادي الاهلي طول عمره يعني دايما ليه السبق. فما ينفعش ان كل الانديه النهارده في مصر عندها تملك لائحه النظام الاساسي الخاصه بها واحنا النادي الاهلي لسه ماشيين باللائحه الاسترشاديه. أنا الأوان أن يكون للنادي الأهلي لائحة النظام الأساسي الخاصة به وأنه الجمعية العمومية 28 سبتمبر تشهد أكبر زحف وأكبر حشد من أبناء النادي الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية للتصويت على هذه اللائحة لتنعقد بعد ذلك كل الجمعيات العمومية سواء كانت لاعتماد ميزانية أو لانتخابات على أساس اللائحة الخاصة بالنادي اللي وضعها أبنائه مش اللائحة الاسترشادية. ده أبسط حق فيها الجميع. شارك فيها الجميع. هي صنع ابناء النادي الاهلي وعلى فكره والجمهور كمان مش بس الاعضاء بيشارك. يعني احنا جالنا ملاحظات من الجمهور وتم الاخذ بيها الحقيقه. يعني مثلا في النقطه بتاعت
رابط المشجعين هي 21 سنه. في ناس يقول لك ليه 21 سنه؟ طب ما تخليها 18، طب ما تخليها 16. برضه قانون الرياضه دي مرتبطه بقانون الرياضه، فاحنا بنحاول نشوف ايه امكانيه تعديل العمر بتاع الروابط. فيعني في ملاحظات من الجمهور احنا مستقبل من الجميع، وعندنا من المرونه ان احنا نعدل للصالح في الاخر خالص الافضل، يعني الصالح العام هو الهدف وهو المبتغى. وحاله الحوار دي الحقيقه هي حاله رائعه، لانها بتصل في النهايه الى شبه توافق، ما فيش حاجه عليها اجماع كامل وما فيش منتج بشري كامل، لكن في النهايه هذه الحاله تضمن الوصول بمشروع اللائحه الى الصيغه المثلى، الى الصيغه الاكمل التي تليق بنادي القرن. الشكر جزيل وموصول لضيف الكريم السيد الاستاذ محمد الجرحي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وحضراتكم على حسن المتابعه. سيتجدد اللقاء باذن الله لو كان في العمر بقيه يوم السبت ان شاء الله. الى اللقاء.